بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش اليوم الاربعاء اخر ايام الاسبوع الرياضي. باذن الله كالعاده لمده ساعتين نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوه مصر او بره مصر. في مصر وتحديدا في استاد برج العرب، الاهلي يهزم الاسماعيلي بهدف دون مقابل ليقترب خطوه جديده من حسم اللقب رقم 43 على مستوى بطوله الدوري المصري الممتاز، ومصمما على وضع الإسماعيلي في خطورة البقاء من عدمه في مسابقة الدوري المصري الممتاز. جولتان فقط تفصلنا عن ختام المسابقة بعدما تساوت كل الفرق باستثناء الأهلي في عدد المباريات المتبقية، وطبعا بيراميدز اللي لسه هيلعب مع الأهلي والفرق اللي لسه هتلعب مع النادي الأهلي. فمن إذن سيودع المسابقة بعد هاتين الجولتين برفقة حرس الحدود الهابط رسميا إلى جدول المسابقة الأدنى بإذن الله؟ تفاصيل كتيرة جدا في الماتش في حلقة هنتكلم فيها أيضا عن استعدادات منتخبنا الوطني الأولمبي بعد التأهل إلى أولمبياد باريس 24، استعدادات من أجل مواجهة نهائي بطولة أمم إفريقيا في مواجهة المستضيف صاحب الأرض المنتخب المغربي اللي هزم منتخب مالي بالأمس بصعوبة بركلات الترجيح. تفاصيل كتيرة في الماتش في هذه الحلقة. هينورنا الكابتن شريف عبد الفضيل نجم الكرة المصرية ونجم الأهلي والإسماعيلي السابق، فيلا بينا نبدأ الماتش. أهلا بكم مرة تانية في الماتش، لقاء مؤجل من الجولة رقم 18 من المسابقة. الأهلي يعود للانتصارات في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل سجله بيرسي تاو، ليقترب الأهلي خطوة جديدة من حسم اللقب والعودة إلى مسابقته المفضلة بعد غياب استمر لمدة موسمين. الهدف سجله بيرسي تاو بعد عرضية من خالد عبد الفتاح بعد كرة لعبها محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ارتباك دفاعي ما بين أحمد عبد القادر وتصل أو محمد عبد المنعم وتصل الكرة إلى خالد عبد الفتاح اللي من لمسة واحدة لعبها عرضية لبيرسي تاو اللي ريحها في شباك أحمد عادل عبد المنعم، ليقتنص الأهلي 3 نقاط بعد التعثر في الجولة الماضية أمام فيوتشر بالتعادل السلبي. الإسماعيلي الذي بدأ المباراة من أجل ألا يخسر فدافع بكل خطوطه باستثناء عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي وشوية أحمد مدبولي، دفع ثمن هذا التراجع في بدايات الشوط الثاني، حاول بعدها أن يتقدم من أجل ضرب دفاعات الأهلي مستغلا ربما ثقة زائدة من محمد عبد المنعم، ولكن حينما سجل الإسماعيلي هدفا ألغي بقرار من الفار بداعي أن الكرة قد لمست يد محمد حسن. يد محمد حسن الشمال ولا اليمين، فخده اليمين ولا فخده الشمال، هي في النهاية أحمد الغندور احتسبها هدفا. حسام عزب قال له تعالى شوف، أحمد الغندور رجع وقال طلعت هاندبول. الكرة في النهاية ألغيت وحافظ الأهلي على هذا التقدم رغم تراجع الأهلي من أجل الدفاع نسبيا، ورغم ابتعاد الأهلي عن غاراته الهجومية اللي كان بيعملها طوال الخمسين دقيقة اللي قبل الهدف، فاكتفى الأهلي بهذا الهدف وفاز في النهاية 3 نقاط ليقترب خطوة من حسم لقب الدوري. المباراة اللي جاية للأهلي هتكون بإذن الله أمام الاتحاد السكندري يوم السبت، هو نفس اليوم اللي هيكون فيه الزمالك بيلعب مع فيوتشر قبل ما الاثنين يلتقيان يوم الخميس في قمة الدوري المصري الممتاز. يوم السبت هو نفسه اليوم اللي منتخبنا الوطني الأولمبي هيكون بيلتقي مع منتخب المغرب الشقيق الأولمبي في ختام بطولة أمم إفريقيا. تعالوا مع بعض نستعرض تشكيلة الفريقين قبل ما نتكلم في بعض الأمور المثيرة في لقاء اليوم القوي اللي جمع ما بين الأهلي والإسماعيلي. تشكيلة الأهلي بداية كانت كالتالي. مستر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، لم يتعرض لاختبارات، اهتزت شباكه مرة وحيدة وألغي الهدف، هنتكلم عنه كمان دقايق. رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في مركز قلب الدفاع. محمد عبد المنعم النهاردة جمهور الأهلي حط إيديه على قلبه 3-4 مرات بسبب محاولات مراوغات كولر نفسه اتكلم عنها قبل كده، لكن كادت تكلف الأهلي هجمات أو انفرادات سواء من محمد حسن أو من أحمد مدبولي أو من محمد الشامي، ولكن لم تهز شباك الأهلي هذه المحاولات. ناحية اليمين خالد عبد الفتاح
لعب النهارده اساسيا قبل ان يخرج مستبدلا للاصابه بمحمد هاني، وهو اللي صنع هدف الفوز في اللقاء. علي معلول بدأ يسارا كالمعتاد، اكمل المباراه حتى النهايه بتوقف غارات علي معلول بعد هدف التقدم. توقفت خطوره الاهلي باستثناء فرصه وحيده لمحمد شريف صوبها في العارضه بتمريره رائعه من قفشه اللي بدأ اساسيا برفقه مروان عطيه. رجل المباراه مستحقه جدا من مروان عطيه، لانه في نص الملعب دفاعا وهجوما كان ممتازا، وأليو ديانج عمل مباراه كبيره قوي برفقته في خط الوسط لاسترداد الكرات وقت ما الاهلي كان بيقرر انه يضغط بكل خطوطه. بيرسي تاو بدا في ناحيه اليمين وسجل هدف الفوز. احمد عبد القادر ناحيه الشمال جاب كره في العارضه في الشوط الاولاني ايضا، ومحمد شريف لعب المباراه كامله بقرار من مستر مارسيل كولر المدير الفني للاهلي. قبل ما نكمل الناحيه الثانيه تشكيله الاسماعيلي، ف بالنظر للتشكيله اللي قدامنا دي، الاهلي بدا المباراه لمده 40 دقيقه في الشوط الاولاني ما عداش الاسماعيلي نص الملعب الا في لقطتين، وفي اللقطتين دول لقطه واحده بس منهم في الاسماعيلي زاد بكثافه عدديه. الكابتن حمزه الجمل النهارده قرر انه في ثلاثي خط الوسط يبقى بيحاول يامن مع الرباعي، والتلاتة اللي قدام بقى نحاول ان احنا لما نقطع الكرة نرمي على عبد الرحمن مجدي، وعبد الرحمن مجدي يحاول يرمي محطة تانية لمحمد الشامي، ويزيد معاهم من الناحية التالتة اللاعب احمد مدبولي، لدرجة ان محمد الشامي في الدقيقة 43 بص لهم قال لهم ما تزيدوا يا جماعة الله، وهم بعدها بشوية زادوا، ودي كانت فرصة تانية من فرص نادرة للاسماعيلي في اللقاء النهاردة. الاسماعيلي كان هيشتغل بنفس السيستم ده طوال المباراة لولا أن تأخر بهدف بيرسي تاو. بدأ يزود بقى، خرج سيرجي أكا بقى بيلعب بمحمد حسن وعماد حمدي في نص الملعب، عبد الرحمن مجدي تقدم قدامهم خطوة، ساب اليمين وراح للنص، وياو النور لعب ناحية اليمين من أجل محاولات الكثافة العددية اللي كان ممكن الإسماعيلي بيها يسجل هدفا في اللقاء النهاردة. الناحية التانية كولر هو اللي حس إن الدوافع قلت والاسماعيلي رغباته زادت من اجل ادراك التعادل، فبدا يامن اكتر. حسين الشحات نزل علشان يزود الناحيه الهجوميه، لكن محمد فخري نزل فباداء دفاعي اكتر بكتير بكل تاكيد من محمد مجدي قفشه، فقلت محاولات ضغط الاهلي وقلت الرغبه، ولم تكن هناك الا رغبه وحيده وهي رغبه الحفاظ على هذا الهدف اللي سجله الاهلي. تعالوا نشوف مع بعض تشكيله الاسماعيلي في لقاء النهارده بقرار الكابتن حمزه الجمل. بدا النهارده باحمد عادل عبد المنعم، قدامه باهر المحمدي ومحمد هاشم، عصام صبحي ناحيه اليمين، محمد دسوقي ناحيه الشمال، وكلاهما لم يحصل على اي تعليمات بالزياده لنص ملعب الاهلي الا في النص الثاني من الشوط الثاني، لما خلاص بقى 1-0 زي 2-0 زي اي خساره. في نص الملعب كان عماد حمدي، سيرجي اكا، محمد حسن، هذان الاخيران سيرجي اكا ومحمد حسن وعماد حمدي عملوا مباراه دفاعيه جيده، ولكن محاولات التقدم بقى والقاء الكره الى عبد الرحمن مجدي او احمد مدبولي ما كانتش في احسن حالتها، لكن مدبولي وعبد الرحمن مجدي كانوا تحت محمد الشامي الذي لم يكن موفقا في لقاء النهارده على غير المعتاد. لكن الحقيقه ما اعتقدش ان في حد من لعيبه الاسماعيلي قصر النهارده، رغم الخساره ورغم صعوبه موقف الاسماعيلي هو افضل حالا من الفرق الثانيه اللي لسه بتنافسه من اجل البقاء، لكن النهارده اللعيبه عملت مباراه فيها من القتال ما استحق عليه لاعبو الاسماعيلي التحيه بكل تأكيد. طيب خليني أروح معاكم لبعض النقاط الجدلية في لقاء النهاردة. مبدئيا كده باهر المحمدي خد انذار، خده هو ومحمد هاني لما الاتنين التحماه، واضح ان هو كان في اشتباك لفظي نسبيا ما بين الاتنين، ومحمد هاني شفناه بعد كده وهو لعيبة الاسماعيلي بتحاول تهديه فقول لهم ما اصله ما ينفعش يعمل كده، فباهر المحمدي كان واضح ان هو نتيجة المباراة مؤثرة في تنشنة زيادة عن اللزوم، خد انذار هو ومحمد هاني. قبلها بشوية كان في التحام بينه وبين محمد عبد المنعم، لكن الاتنين زي بعض، يعني ما تحسش ان باهر هيعرف يعمل اللي عمله مع هاني
مع عبد المنعم، هما اتنين شبه بعض في فكره اللي هي الايه، اللي هو ما تنشفش عليا. بعدها بشويه مع محمد شريف، حاجه كده شبه نطحه ماتيراتزي وزيدان لو تفتكروها، ان بعد ما محمد شريف مشي راح بص له فجاه، فكان واضح ان باهر المحمدي قال له حاجه ما. باهر المحمدي خلي بالك، لانه الانذار النهارده اعتقد ان ده كان فيه رأفة نسبيه، لولا انه انذار كان ممكن يبقى الموضوع اكتر من كده. لعيبه الاسماعيلي طلبوا على جانب اخر بان يطرد اليو ديانج بعد الكره اللي كان رايح ينفرد بيها محمد الشامي، ولكن الكابتن احمد الغندور والفار دعموا في رايه، قالوا ان اللاعب ما كانش مواجه للمرمى فلم يستحق اليو ديانج اكتر من بطاقه صفراء. محمد هاني بعد الانذار وبعد اللقطه اللي حصلت مع باهر المحمدي استعرض بالكره شويه، اتوترت الاجواء نسبيا، ولكن في النهايه مباراه كبيره قوي بين فريقين كبيرين، ووضع الفريقين سواء ده باحث عن التتويج او ده باحث عن البقاء ربما يفسر المشهد اللي شفناه في الدقائق الاخيره من لقاء المباراه النهارده. هدف سجله الاسماعيلي عن طريق محمد حسن، احمد مدبولي بعد الفاول اللي قلت لكم عليه بتاع اليو ديانج ده، قرر انه يلعبها احمد مدبولي داخل منطقه الجزاء، وحولها بجزء ما في جسده اللاعب محمد حسن، بدل ما تروح ناحيه اليمين وتكمل طريقها ظهر محمد حسن وتحولت الى يمين محمد الشناوي في الاتجاه العكسي لاتجاه الكره. هنا صفر الحكم الكابتن احمد الغندور محتسبا الكره هدفا، ولكن الكابتن حسام عزب قال له لا تعالى شوف، وراله لقطه وحيده علشان يرجع الحكم بعدها ويقول ان الكره جاءت في يد اللاعب محمد حسن، مش في ركبته مش في فخده ولكن في احدى يديه. طبعا باللقطه الوحيده اللي اتعادت قدامنا دي، فالكرة القرار المقصود يعني ان هي جت في ايده اليمين، وان كنت انا وانا بتفرج في اللقطه الاولانيه قلت هي يا اما جت في فخده الشمال يا اما في ايديه الشمال لكن مش في ايديه اليمين. انما الاعاده دي وعوده الحكم لانه يلغي الهدف ويقول لنا ان الكره دي هاند بول، مقصود بيها ان الكره جت في ايديه اليمين. ده المشهد اللي قدامنا. في مشهدين اخرين لازم نحطهم في الحسبان. رقم واحد، باهر المحمدي هو رايح يجري على الكابتن احمد الغندور بيقول له يا كابتن ايديه ثابته، بيعمل له كده، وعدم اعتراض محمد حسن ولو مره واحده على الغاء الهدف. ده اللي بيخليني احس انه قرار الغاء الهدف بداعي انها جاءت في يد محمد حسن كان صحيحا. سيبك بقى من كل المعطيات دي، او ناخدها مع بعض انا وحضراتكم ونروح بيها للكابتن محمد صلاح عبد الفتاح خبيرنا التحكيمي المتالق، ونعرف منه رايه في كل حاجه محيطه بالغاء هذا الهدف. كابتن صلاح اهلا بيك منورنا. حبيبي كابتن هاني ازيك، انت المتالق دايما. كله كويس؟ الحمد لله ربنا يخليك، كله تمام. اعتقد ده القرار الجدلي الابرز في لقاء النهارده على المستوى التحكيمي. ايه تعليقك؟ القرار المؤثر ايضا. والمؤثر. والمؤثر في نتيجه المباراه ايضا يعني. طب احكي لنا. طيب ناخد اللعبه من اولها. يلا. كانت مخالفه على مدافع النادي الاهلي. مظبوط. اليو ديانج. لو اللقطه معانا على الهواء. يلا. ايوه. دي كانت المفترض يعني لو هنقول ليه انذار، كانت كل شوط الفرصه المحققه موجوده ما عدا تمركز المدافعين، ده اللي خلى اللعبه دي تنزل من الطرد للكارت الاصفر. اللي هو ده اعتقد رامي ربيعه ولا محمد عبد المنعم؟ مدافع تاني جنب اليو ديانج. مدافع تاني. تمام. ده اللي خلى القرار هنا مخالفه وانذار. لو كان المدافع ده مش موجود اللي على يمين المهاجم كانت هتبقى كارت احمر. تمام. عشان نوضح للناس. بعد كده تم تنفيذ دي المخالفه اللي تم احتساب منها لها. دي اللي بدات فيها المشكله. تمام. اتنفذت وبعدين جت في فخد، وانا بقول لك جت في فخد مهاجم لاعب من الاسماعيلي ثم الى شباك مرمى النادي الاهلي. ليه بتقول في فخد مش في ايد؟ هقول لك ليه. اللقطه الخلفيه او الزاويه الخلفيه اللي ورا الجون اللي ورا المرمى هي اللقطه الوحيده اللي وضحت ان مفيش مخالفه لمسه يد، اللي جت لنا في اول اعاده بالظبط، اللي المخرج عادها مره واحده بس. عشان تبقى عارف اللقطه دي او الزاويه دي موجوده عند حكم الفار. عشان الناس ما تظلمش المخرج وتقول ليه الفار المخرج ملوش علاقه بشاشه المراجعه نهائيا. تمام.
تمام. لما حسام عزب حجاج استدعى احمد الغندور عشان يراجع اللقطه، ما عدلوش دي. ما جاء اولا دي بنسميها زاويه خادعه، دي نمره واحد. صح، كان يجب على احمد الغندور انه يطلب كل الزوايا، وده على فكره ضمن بروتوكول الفار لما بترجع، وخصوصا في هدف لازم يطلب كل الزوايا اللي بتؤكد القرار اللي انت مستدعيني ليه كحكم فيديو. دي مين حاجه. اللي المفروض يطلب؟ الحكم الساحة؟ ها؟ حكم الساحه اللي يطلب كل الزوايا، وخصوصا ان الزاويه دي مش موضحه. في حاجه اسمها البوينت اوف كونتاكت، يعني لحظه التلامس، هو كمان ما وضحلوش فين التلامس. لما هنلاقيها بيعيد بالبطيء. تمام؟ هروح لك بقى لحاجه ثانيه كان احمد الغندور لازم يعملها، انه كان لازم من ضمن بروتوكول فار وانت بتراجع لازم تطلب النورمال سبيد، لازم تطلب السرعه العاديه. تمام، عشان ما عشان ما تتلخبطش، عشان ما يتهيأش ليك حاجة. بالظبط كده. وهقول لك ليه كمان لازم كان لازم يطلب النورمال سبيد، عشان الكوره بمفهوم كره القدم وبالمنطق لو لمست الايد لا يمكن هتروح بالسرعه دي للجول. للجول بالظبط. لكن هي اصطدمت بجسم صلب في جسم اللاعب وهو فخده، فخده لو بالايد كانت هتهدي من سرعتها. فعشان كده كان احمد كانت الغندور ممكن كان تقف يجب عليه، اساسا لو كانت في الايد. كانت ممكن تقف تحت رجليه تنزل قدامه، مظبوط. لكن لا يمكن تروح بالسرعه دي. فهنا دي اساسيات المراجعه عند شاشه الفار. طب هو احمد الغندور ما السؤال عملش يعني الاساسيات. ليه ما تعادتش للحكم من كل الاتجاهات؟ يعني هو لازم هو اللي يطلب، ولا اصل انا يعني هتخيل معاك الكابتن حسام عزب لما نده له عايز يقول له ان هي هاند بول، فطبيعي ان هو مش هيوري له غير اللقطه اللي عايز يثبت له بيها ان هي هاند بول. فهنا ده مختلف القصه في كلها عند البروتوكول الكابتن الغندور، صح؟ بالظبط. هنا المسؤوليه تقع عند احمد الغندور. لو احنا معانا شاشه الفار او صوره الفار وهو موجود معانا، معانا. هنلاقي حسام عزب حجاج قدامه الشاشه اللي قدامه اللي هو بيعيد بيها اللقطه، اللقطه واضحه على فكره، هو عمال يعيد بيها قدامه، هو اللي بيتحكم في السرعه. مظبوط. والشاشه اللي جنبيه على يمينه الاوبريتور اللي ممكن يساعده فيها، عنده كل الزوايا اللي ممكن يقدم بيها السند لاحمد الغندور. فانا كان لازم انا عليا كحكم فيديو اقنع الحكم الساحه واقول له تعالى، ولو ما اقنعتوش لازم حكم الساحه يقول لي فين كل المستندات اللي بتثبت، لان ده هدف. صح. فانت عشان تلغي الهدف لازم تكون عندك الدليل القاطع. الصوره اللي جابها له اولا ما فيهاش البوينت اوف كونتاكت اللي هو نقطه التلامس ما بين الكوره ما بين الكوره والايد، دي مش ما ثبتهاش. هو كل اللي عمله عمال يقدم بالسرعه البطيئه، حرك الصوره بسرعه بطيئه، وده مش صح. احمد الغندور كان لازم يطلب اكتر من زاويه، ما طلبش. واللقطه او الكاميرا الخلفيه اثبتت ان الهدف صحيح 100% ولا ما فيش جدال عليه. طيب كابتن صلاح، انا رايي وانا بتفرج على الاعاده الاولانيه اللي هي ما جاتش في الفار، ان الكره دي يا جت في ايديه الشمال يا في فخده الشمال، وكنت مايل لفخده الشمال. اعتقد اي حد لعب كوره هيحس زي ما انت قلت فكره تحول الكره بالقوه دي بالزاويه دي، ده غير ان ايديه كانت فوق شويه، فمش منطقي ان الكره خبطت هنا، هي واضح ان الكره تحت شويه، ان الكره في فخده. لكن المعطيات التانية بقى العكسيه ما شفتش اعتراض خالص من محمد حسن، وشفت باهر المحمدي هو بيشاور ان ايديه ثابته، فدي ممكن تبقى من الحاجات اللي استعان بيها الحكم او تؤكد ان القرار العين اتخدعت فيه. هقول لك على حاجه. اولا احنا كحكام ما بينفعش نحكم او ناخد قراراتنا بناء على ردود فعل اللعيبه. ليه؟ منطق. لان احيانا كتيره بتلاقي في لعيبه بتتحايل على الحكم وبتدعي ان ليها مخالفات وبيعترض وهو في الاصل ملوش مخالفه. وفي لعيبه ذات طابع هادي، يعني حتى لو هو حاسس ان هو اتظلم هتلاقيه هو واقف مذهول. دي بتبقى صفات سمات شخصيه في اللاعبين. لكن انا ما ينفعش اخد قراري بناء على ردود فعل اللعيبه. انا باخد قراري بناء على الصوره اللي قدامي. وعايز اقول لك على حاجه كمان، احمد الغندور يتحمل مسؤوليه ثانيه في ان هو كان لازم يكون مركز في اللعبه من بدايه من الملعب. يعني هو اكيد كان عنده رؤيه. ما هو كان عنده رؤيه وحسبها جول. بالظبط. وحسبتها جول بناء على ايه؟ ما هو ده انا بقول، انت بناء على ايه حسبت هدف؟ طب طالما انت شفت وشفت زاويه ثانيه، كان لازم تطلب الزاويه الثانيه اللي هي خلف. كان يقول له يطلب عندك زاويه ثانيه؟ يقول له عندي، واعرضها له. يمكن احنا عرضنا الزوايا وعرضنا ازاي غرفه الفار موجوده وعندها كل الزوايا. وبالمناسبه الزاويه دي طالما اتعرضت على الهواء واتعادت فهي موجوده عند غرفه 100%. الفيديو. والحكم الفار هو اللي بيتحكم. طب وبالمناسبه يا كابتن صلاح، انا ليه شفت ده اكتر من مره في الدوري السنه دي، ان في لقطات فار ما بتتعادش غير من زاويه واحده، دايما هنا يلام عليها الحكم
يلام عليها الحكم، وحكم الفار برضو. مفهوم. يعني حكم الفار برضو لازم لما انا استدعيك عشان اديك السند ان انت تغير بيه قرارك، ايوه لازم اقدم لك كل الزوايا اللي بتقدم لك كل الدليل عشان تكون مقتنع، مفهوم. لان انت بتتدخل في هدف او كارت احمر، بتتدخل في قرارات مؤثره. مفهوم. طيب، في بالظبط. اي قرارات تانية تحب تعلق عليها في ماتش النهارده؟ انا كده كده لسه عندي ملخص الكلام ان الاسماعيلي استحق هدفا والغي له. بالظبط، يمكن كان تمام. في الدقيقه 21 كان في يعني كلام ان في مطالبه بركله جزاء للنادي الاسماعيلي، ولكن عايز اقول لك يمكن دي القرار اللي حسام عزب كان عنده فهم جيد. ده كان التحام عادي جدا، لاعب الاسماعيلي اول ما استلم الكره على صدره واول ما حس ان هي ابتدت يعني يفقد الكره، حصل التحام ما بينه وبين رامي ربيعه، وده كان التحام عادي جدا تمام. كره القدم، وده ما فيهوش مشكله خالص. ولكن هختم كلامي ان هقول لك ان التحكيم بالمشاهد اللي احنا بنشوفها دي المتكرره، التحكيم ابتدى يظلم نفسه مش بيظلم الفرق. يظلم نفسه مش بيظلم الفرق، بيظلم بالظبط. الاثنين بقى، ما هو اكيد الفرق ما برضه بتتظلم. بالظبط، طالما بيظلم نفسه بقى بيظلم الفرق، لكن احنا المشاهد اللي احنا بنشوفها دي التحكيم او الحكام بتظلم التحكيم للاسف يعني. تمام. انا بشكرك جدا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، خبيرنا التحكيمي، نورتنا وشرفتنا. تعالوا نروح الى الدكتور محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة السابقة اللي كانت بتدير نادي الاسماعيلي حتى الفترة القصيرة جدا الماضية. دكتور شيحة، اهلا بيك، منورنا. هارد لك، فقدنا الاتصال. هنرجع مرة تانية للدكتور محمد شيحة، لكن ما تيجوا نستعرض وضع الإسماعيلي ووضع الأهلي بعد ما نستعرض جدول ترتيب المسابقة بالكامل بعد انتهاء هذه الجولة المؤجلة، الجولة رقم 18. يلا بينا. الصدارة حاليا للأهلي ب 72 نقطة من 28 مباراة، يعني لسه ناقص له 3 ماتشات عشان يتساوى في عدد المباريات مع بيراميدز، وده معناها انه بيقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب. بيراميدز 67 نقطة، وكلاهما سيشارك في دوري أبطال إفريقيا السنة اللي جاية. فيوتشر في المركز الثالث 58، الزمالك الرابع 56، يلتقيان يوم السبت المقبل، مباراة قد تحدد من سينال المركز الثالث. المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وراء المقاولون 43 نقطة في المركز السادس. المركز السابع بيأتي إمبي ب 42 نقطة، هو نفس رصيد الاتحاد السكندري، والمواجهات المباشرة لصالح إمبي. فاركو في المركز التاسع ب 41 نقطة، ثم سموحة في المركز العاشر 36 نقطة. يبدأ هنا الصراع. البنك الأهلي في المركز الحداشر 35 نقطة، على فكرة اتبعت لهم امبارح اختار من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بأن محمد هلال موقوف لمدة 6 أشهر. سيراميك كليوباترا في المركز ال 12 34 نقطة، ورا بقى الإسماعيلي 34 نقطة نفس الرصيد، طلائع الجيش 33 نقطة بنفس رصيد أسوان، الداخلية وغزل المحلة 32 نقطة، وأخيرا حرس الحدود ب 21 نقطة. موقف الفرق المتصارعة من أجل البقاء هنتكلم عنه بعد ما نرحب هاتفيا بالدكتور محمد شيحة. دكتور شيحة، أهلا بيك، منورنا. أهلا بيك يا هادي، ازيك يا بيك؟ زي الفل، وحشنا. الله يكرمك يا حبيبي. صوتك أهدأ لما خرجت من الإدارة في الإسماعيلي. نعم يا حبيبي، صوتك أهدأ لما مشيت من الإدارة. صوتي أهدأ لأن أنا خارج من المباراة مصدوم من الظلم ومن العهر التحكيمي اللي موجود، ولكن إذا كان رب البيت بالدف ضاربه فشيمة أهل البيت. مين يعني مين رب البيت اللي تقصده؟ الأخ توفيق السيد اللي مفيش حد عاجبه ده. إيه الأخ توفيق اللي حصل؟ السيد اللي ماشي في كل حتة يقول لك أنا مسنود. مسنود من مين يا عم أنت يا عم؟ مسنود من مين يا عم أنت؟ ده محمد يوسف خنقني ماتش البقاولين ما قعدوش لغايه دلوقتي. عمال يطلعه من ماتش لماتش الممتاز بيه الدوري الممتاز، وبيكافئوا بيلعبوا ماتشات اهلي وزمالك وسموحه في الرابطه ايه يا عم انت يا عم؟ ايه اللي مزعلك من قرارات التحكيم النهارده؟ هو مين في مصر ما شافش اللي حصل النهارده؟ هدف محمد حسن الملغي، هدف محمد حسن الملغي، وضربه الجزاء بتاعت مدبولي اللي هنقول لك يا سيدي فيها وفيها لا. تمام يا سيدي، فيها فيها لا، روح على الفار يا سيدي. روح. ما هو ما دام الفار ما اتكلمش معناه انه مؤيد. هو الاسماعيلي الحكام بيجي لها شلل لما بتروح على ناحيه الفار ولا ايه الاخبار؟ ما هو راح النهارده في الفار في لقطه محمد حسن، راح للاهلي ما راحش للاسماعيلي، وراح شافها من زاويه واحده. راح شافها من زاويه واحده، وللاسف ان احمد الغندور وحسام عزب المفروض ان هم من افضل الحكام في مصر. حتى انا نزلت لهم اوضه اللبس، يعني
يعني عاوز يعني مش عايز اقول لك يعني في يعني مش عارف اقول لهم ايه يعني ظلم بين. قلت لهم ايه؟ قلت له انا مش في حمل ان انا اتظلم، ايه اللي انت عملته فيا دوت؟ قال لك ايه؟ قال لي محمد حسن الكره جت في ايده واساله. سالت محمد حسن قال لي ما جتش في ايدي وما قلتلوش كده. اتصلت محمد حسن في التليفون، دخلت اللعيبه بعد اوضه اللبس بعد المباراه، واللعيبه قدوا مباراه الى حد ما في الظروف الصعبه اللي احنا فيها جيده امام فريق قوي، ولكني عاتب على جمهور النادي الاهلي. ليه؟ ايه التشدد وايه العصبيه وايه كميه الكره الاسماعيليه دي؟ مش كره، لا لا لا، منافسه كرويه بين فريقين. لا لا لا، هاني مش هنحل المشكله كده. لا ما اصل ايه ما اسموش كره، احنا كده مش هنحل المشكله. طيب واحده نتكلم انا، تعالى نتناقش انا وانت مع بعض فيها. اتفضل انت يا حبيبي. ما كنتش في الملعب. انا سامع الراجل المحترم معالي الوزير عمرو فاروق والدكتور محمد والاستاذ طارق قنديل، الناس المحترمه جم نفسهم للكابتن اسماعيل وليا وللمجموعه اللي كانت موجوده من المجلس بيعتذروا، هم ما لهمش ذنب يا عيني. هتافات معاديه. لا احنا ما عملناش فيك كده، لما كنت بتخسر 4-0 و4-1 و3-0 ما كناش بنعمل فيك كده. ده ماتش 4-0 في اسماعيليه كان كابتن محمود سعد موجود جنبي بكى، محمود سعد الزملكاوي بكى من الاسماعيلي بيلعب الاهلي وان سايد جيم. ما هترجع الايام دي، ما الايام ودول، ما هي دول. وعشان كده دلوقتي الاسماعيلي في وضع صعب، فجمهور الاهلي بواقع التنافس المعتاد. وان شاء الله الاسماعيلي معدي ودي كبوه مظبوط، وان شاء الله هنقعد في الدوري. انا ان شاء الله عاوز اعرف ايه كميه الكره الاسماعيليه دي؟ ما بشوفهاش كره. اقول لك بس رايي انا في القصه دي. اتفضل. في الاخر في تنافس دائم، وفي كرويا بوضع الاسماعيلي الحالي ووضع الاهلي الحالي بيبقى فيه بتاعت هينزل زي ما بتتقال. وانت راجل تتسم بالادب الجامد. شكرا. المنافسه في ايه؟ في ان انا وكابتن اسماعيل قمنا سلمنا على مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي لما حصل اهانات من جماهير النادي الاهلي لينا قاموا سلموا واعتذروا عن حاجه هم ما لهمش حق يعتذروا عليها. هم ناس افاضل وكلهم ناس في منتهى الرقيه والاحترام. وما عندناش ازمه معاهم، هو ده التنافس الشريف. ايوه. لكن التنافس مش بالسبات بالام والاب والمدينه كامله. وشتيمه في بورسعيد وشتيمه في اسماعيليه، طب ما نشيل لكم البلاد دي خالص وتقعدوا انتوا. لا طبعا، هي انا بشوف ان ممكن يكون في تجاوزات بتحصل، لكن هي الفكره الواضحه بتاعه التنافس اللي احيانا ناس فيه ما بتعرفش تكمل ان هي تمشي كويس. مع الزمالك ومع المصري ومع الاتحاد يا هاني. لا لا لا، اللي انا شفته النهارده يا جماعه، لا لا، جمهور النادي الاهلي محتاج مراجعات. لا 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 يا جماعه، انتوا عندكم مشكله. انتوا عندكم مشكله، وده مش التنافس. وانا بدعوكم اهو، واتمنى ان معالي وزير الداخليه واستاذ رئيس اتحاد الكوره واستاذ رئيس الرابطه يستجيبوا لطلبي. انا بدعوكم تلعبوا مبارياتكم في اسماعيليه وشوفوا جمهور اسماعيليه يرحب بيكم ازاي. لكن احنا ما نستغلش الموقف ان انت بتلعبني بره ملعبي، وكمان الامور عندي مش طيبه هذا الموسم. وهذا الهجوم الضاري لا 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 يا جماعه، لا، الماتشين بيتلعبوا بره، ولا ملعبك ولا ملعبه. ايوه، وليه العب بره ليه يا فندم؟ مصر بلد امنه، واسماعيليه عندها مدير امن محمود عاشور، ده واحد من افضل ضباط الشرطه في مصر. ومدير امن عامل شغل عالي جدا. جهه الشرطه في اسماعيليه. لا يا فندم، احنا بنستقبل النادي الاهلي زي ما بنستقبل النادي الزمالك وبنستقبل كل انديه في مصر ان شاء الله دايما والسنه الجايه. لكن انا عاوز اقول حاجه قبل ما اقفل. انا بعت للاستاذ جمال علام وكل مجلس اداره اتحاد الكوره وللنائب احمد دياب وللاستاذ وليد العطار وللكابتن محمد فاروق المحترم، لان انا للاسف بريرا دوت انا ما عنديش اتصال بيه. انا بعت لهم اللقطات اللي قالوا، يعني انت محمد صلاح طلع معاك قال ان هي هدف صحيح، وجهاد جريشه قال كده مظبوط، وكل المحللين قالوا كده. طب انا عاوز حق النادي الاسماعيلي بقى. مفهوم. انا عاوز حق النادي الاسماعيلي. هاخده ازاي؟ انا بكلمك كمشجع. خلاص لو هي فعلا هدف فمش هتاخده خلاص. يعني هاخده ازاي بعد ما الحكم صفر؟ وانا بلعب، انت حضرتك تفضلت وقلت الجدول يا هاني ليه دلوقتي؟ مظبوط. انا 35 و36 و34 و33 انا عندي ضرب نار، سيبك انا مش قلقان على النادي الاسماعيلي. ان شاء الله ربنا سترها معانا. ان شاء الله. لكن انا بتكلم في الظلم البين وفي عده مباريات. والاخ توفيق السيد، انت مين فندك يا ابني في مصر يا ابني؟
ربنا انت يوفقه. يا ابني في مصر يا ابني عمال تقول انا مسنود ومش عارف حزب ايه حزب ايه يا ابني. له كل الاحترام. انا بشكرك جدا دكتور محمد شيحه، نائب رئيس اللجنه السابقه المديره لنادي الاسماعيلي اللي كان في ملعب المباراه النهارده. على فكره طبعا كل الاحترام للكابتن توفيق السيد حكمنا السابق وعضو لجنه الحكام المصريه الحالي. ما زلت مصمما على ان معطى من المعطيات المهمه جدا هو رد فعل محمد حسن. يعني بصراحه هي لو ما كانتش جت في ايديه خالص ما كانش هيبقى ده رد فعله، بس هو نزل ستوري على انستغرام من شويه، تعالوا نستعرض ماذا قال لاعب الوسط في الاسماعيلي. قال جول، هدف، ماشي، هدف. ده صاحب اللقطه طبعا محمد حسن اللي قال دكتور شيحه ان هو ساله قال له ما جاتش في ايدي. على فكره من سنه كده 22 فبراير 22 كان في ماتش ما بين كاراباخ ومارسيليا في بطوله الكونفرنس اللي هي النسخه الاولى من بطوله الكونفرنس اللي هي ثالث بطوله في بطولات الدوري بطولات اوروبا. يعني الماتش ده في كره اتلعبت بالعرض لفريق كاراباخ كانوا بيلعبوا مارسيليا، فدخل ابراهيم وادجي لعيب سنغالي راح دخل حطها بايديه، وهي كانت بالعرض كده راح دخل قبل سبق الجول وحطها بايديه، والحكم حسبها وقعدوا يبصوا لبعض. كل المدافعين بتوع فريق مارسيليا قعدوا يقولوا والله دخلت جت في ايديه، هو جايبها بايديه يعني داخل عاملها. وساعتها ما كانش فيه فار، بطوله الكونفرنس ما فيش فار، ففضلوا رايحين جايين ولاعيبه مارسيليا يعترضوا وعمال يديهم انذارات عشان يعترضوا بعنف، لغايه ما ابراهيم اودجي راح للحكم وقال له خلاص. بعد ما راح لمدربه رجع للحكم وقال له انا جبتها بايديه، هي جت بايديه، اي اعاده هتيجي هتلاقيها جابها بايديه. بس هي في حالات من وجهه نظري الحكام بياخدوا فيها براي اللاعبين او باعتراف اللاعبين علشان لو ما فيش فار، لكن لقطه النهارده كان فيها فار. جول ولا مش جول؟ تعالوا نعرف برضو راي خبير تحكيمي كبير جدا رئيس لجنه الحكام السابق والحكم المونديالي الكابتن جمال الغندور. كابتن جمال اهلا بيك منورنا. مساء الخير يا هادي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك. وانا بس عايز اقول لك على حاجه في الاول. اتفضل. انا دائما لما بكون في فقره تحكيميه او تحليليه بتبقى قرار فني ليس له علاقه بالحكم. مظبوط. وليس له علاقه، وغالبا انا حتى ما بذكرش اسماء. تمام، موضوع مفهوم تماما التوضيح ده حتى لا يربط الناس ما بين جمال الغندور واحمد الغندور. لا هم براحتهم، هم كده كده هيربطوا، لكن مزبوط. انا بس بقول لك ايه تمام. الفكره بالنسبه لي ايه؟ اني انا حتى لما باجي انا حتى لما بشتغل مش كمان بقول رايي، لما بشتغل ويبقى عندي فقره تحكيميه بتقول حكم مهاجم مدافع بالظبط كده مظبوط. يعني لا بيبقى كلامي نواحي فنيه ايوه فقط مفهوم. لا غير. طيب. لا اقول بقى تعيينه غلط ولا تعيينه صح ولا رئيس لجنته مش عارف ايه ولا ابوه مين ولا مش عارف عمه مين ولا تمام. يعني مفهوم. احنا خلينا نرتقي بنفسنا ان احنا نختصر تمام. الوقت ايوه ونختصر وقت الناس ونختصر الكلام في المفيد اللي هو الـ القرار او الناحيه الفنيه. طيب ماذا يقول فنيا الكابتن جمال الغندور في لقطه الهدف الجدليه؟ نمره واحد نمره واحد، الكره لم تلمس ايده اليمين نهائيا. اللي هي اتعادت لنا طول الوقت. الكره جت في ايده الشمال وهي في محيط جسمه. جت في ايده الشمال وهي في محيط جسمه. طيب وعلى فكره انا بس كنت اتمنى يكون عندك اللقطات. في صور هنستعرضها. اي حد هيشوف اللقطه وهيشوف رده فعل اللاعبين وهم بيوصفوا للحكم بيقولوا له دي جت في ايده وهي جنب جسمه، يعني هم نفسهم اللاعب. حتى اللاعب نفسه اعتقد دلوقتي من شويه طلع مع كريم حسن شحاته وقال هي كوره جت في ايدي بس انا مش شخص. قال كده محمد حسن. ايوه بالظبط كده حالا بس هو على انستجرام كتب جول من شويه. ايوه هو مش اللعيب صريح. مش بينفي ان هي جت في ايديه، هو بينفي نيته تعمده. هي مش متعمده. وده اللي انا اتمنى ان الناس اللي بتشتغل في الكوره تفهم. كل اللي بيشتغل في الكوره بقى سواء مدير فني او مدرب او مشرف او لاعب او اعلامي او اعلامي لازم يفهم انه يا جماعه في تعديل في القانون. اذا الكره اصطدمت بيد المهاجم عن غير عمد ودخلت المرمى مباشره بتحتسب ركله حره هاند بول. مظبوط. اذا جت في ايده
عن غير عمد وراحت لزميله وزميله سجل يبقى هدف. تمام، ده التعديل اللي هو بعد التعديل اللي حصل مؤخرا. ايوه التعديل الثاني اللي هو مزبوط. ايه كانت في الاول سواء هو اللي سجل او احد افراد فريقه سجل كانت بتتلغي وبتتحسب ركله حره. رجعوا بعد كده قالوا لا دي ما فيهاش عدل. لا لو جت في ايده وهو سجل مباشره او هي دخلت مباشره عن غير عمد هاند بول، هاند بول. لكن لو راحت لفرقته وسجله خلاص بقت لعبه ثانيه. مفهوم. طيب التأكيد حضرتك بناء على الانطباعات اللي بيننا قدامنا ولا فكرة الإحساس بتاع الحكم إنه البعض راح لأن هي في فخذ اللاعب مش في يده اليسرى؟ لا هقول لك، أنا هقول لك معلش معلش. قانون كرة القدم مبني على المفهوم. تمام، مبني على المفهوم. آه. حضرتك شوف الكرة ارتفاعها فين وشوفك ممكن تيجي فين. دي نمرة واحد. دي نمرة واحد. تمام. ثانيا ثانيا ردود افعال اللاعبين، خلي بالك انا كحكم وده حصل كتير معايا، انا كنت باخد قرارات من ردود افعال لعيب، مش عايزين نضحك على بعض ده كان بيحصل. من ردود افعال مش من رؤيه، فاحيانا الرؤيه الكامله ما بتبقاش موجوده. صح، تمام، صح. الحاجه الثانيه حتى اللاعبين نفسهم وهي اللقطه شغاله هم نفسهم كانوا بيؤكدوا ان الكره جت في ايد بيقولوا ايدي ثابته. صح، بس مش متعمد. صح. انا طبعا عشان قلت لك ان انا هتكلم عن الموضوع خالص بعيد عن الحكم وبعيد عن اي حاجه، لكن هناك تاكيدات اخرى حصلت في ارضيه الملعب واثناء اللعبه تؤكد انه اللاعب يعلم تماما وهو نفسه هو ما بين السطور. فهمت كلام حضرتك، لانه قالوا دكتور محمد شيحه من شويه ان الكابتن احمد الغندور قال لدكتور شيحه انه سال محمد حسن واكد له ان الكره جاءت. لا واللاعب ما كدبش، هي الراجل اللاعب قال حتى على الهواء. تمام. وقال انا بس انا مش متعمدها، وهي دي النقطه اللي انا كنت اتمنى الناس تفهمها. تمام. طيب ارجع بقى النقطه. لا معلش، مش كل حاجه كويسه. لا في حاجات اخطاوا فيها النهارده. تمام، زي اللقطه اللي جابها حكم الفار دي. دي لا تخدم الحاله فما كان يجب انها دي. الله عليك، لان دي ظهرت لنا بحاجه ثالثه خالص، ان هي جت في ايده اليمين. لا لا لا، ايده اليمين ما لمستهاش الكره نهائيا. مفهوم. دي الزوايا اللي بتخدع الناس. صح. واحنا مش عايزين ده. لا صح. انا اقول لك بروتوكول الفار بيقول ايه. عندي زاويه تخدم الحكم اجيبها له. الزاويه اللي هجيبها مش هتخدم الحكم وممكن تخدع. طيب الحكم اللي مطالب يطلب من حكم الفار كل الزوايا ولا حكم الفار هو اللي يعرض على الحكم كل الزوايا؟ هو الحكم ما بيطلبش من حكم الفار حاجه خالص مبدئيا. الحكم بياخد القرار اللي هو شايفه في الملعب وبيحسبه. مفهوم. لما بيروح بقى للفار، لما هو يكلمه بقى، لما الفار يكلمه معناه انه مختلف معاه. مظبوط، معناه انه مختلف معاه في القرار. تمام. انا مش هعوزك الا لما تختلف معايا. مظبوط. بوضوح. اذا ما اختلفتش معاك بوضوح ما جيبكش خالص. بس كنت اقصد ان الحكم الساحه كان المفروض يطلب من حكم الفار باقي الزوايا، ما يكتفيش هو بنفسه بالزاويه اللي عرضها عليه حكم الفار. لا هو خلي بالك، بص احنا بنتكلم انا وانت دلوقتي واحنا بنتفرج على التلفزيون. مظبوط. الحكم ما بيتفرجش على التلفزيون. فهو تلاقيه فاكر ان دي الوحيده المتاحه يعني. الحكم ما بيتفرجش على التلفزيون. الحكم لما يتم استدعائه يعني معناها انه الزاويه دي هي اللي هتوضح لك القرار. معايا؟ ما يقولوش على الاقل مفيش زوايا تانية يا كابتن حسام؟ اكيد اكيد بيتقال كده، اكيد. اكيد، بس هي انا عايز اقول لك الفكره في ايه؟ المبدا في الاساس، المبدا في الاساس. ايوه. انا لا، انا اذا اختلفت مع الحكم اختلف معاه يبقى معناها هقول له لا استنى، اصل الحكم حسب. خلاص، قرار الحكم في الملعب هدف. يا حكم الفار لو انت شايف ان في قرار مختلف بوضوح اتدخل. تمام. انا بص اللقطه بتتعاد قدامي بس مش عندك طبعا قدامي دلوقتي. وهو بص بيشرحوا له، بيقولوا له حتى اللعيب بيقول له ايدي في جنبي، وحتى باهر اهو بيقول له ده ايد كانت في الجنب يا كابتن مش بتعملها. انا شفتها على الهوا، وشفت برضو عدم اعتراض محمد حسن سواء قبل يعني وقت مراجعه الفار او بعد الغاء الهدف، لم ارى اعتراضا من محمد حسن. وبصراحه محمد حسن يعني لعيب سخن دائم الاعتراض، فعدم اعتراضه اكد لي انه القرار ان الكره جت في ايديه، وده مجرد توقع. الولد يعني. كمان الولد كمان عمل مداخله وقال الكره جت في ايدي، بس ما عملش مداخله لكن بعت واضح للزميل كريم حسن. الله اعلم، الله اعلم. انا سمعت زي كده. انا بشكرك جدا. العفو. كابتن جمال الغندور خبيرنا التحكيمي الدولي. الصوره دي يا جماعه اللي قدامنا على الشاشه
ده ده خبر نازل مكتوب لاعب الاسماعيلي يعترف بان الهدف جاء من لمسه يد، فهو منزل الصوره وقال ما حصلش. عموما الغي الهدف. برضو ممكن يا جماعه نحاول نكلم محمد حسن، على فكره انا كلمته اول ما المباراه خلصت لكن هو كنسلني، وهو بيكنسل زملائي اهو، مغلق او غير متاح، سمعتها مع حضراتكم على الهواء مباشره، مصر كلها اكيد بتكلمه. لكن عموما يعني انتهت المباراه وفاز الاهلي على الاسماعيلي بهدف دون مقابل، والاسماعيلي على بعد مباراتين من ختام مسابقه الدوري يتنافس فيهما من اجل البقاء. فما هو موقف الفرق المتصارعه قبل جولتين من النهايه؟ تعالوا نستعرض مع حضراتكم فريق فريق، قدامه مين ووضعه عامل ازاي وبيمتلك كام نقطه حتى الان. يلا نشوف. مبدئيا كده بنبدا من فوق، من الفرق اللي هي ايه، اول الفرق المتصارعه من اجل البقاء لكن اهدأهم حالا. نبدا بسموحه، عنده 36 نقطه يوم الجوله اللي جايه، يعني يوم 10 اللي هي يوم الاثنين، هيلعب مع انبي الضامن للبقاء، ثم يختتم مسابقه الدوري بمواجهه المصري الضامن للبقاء. وسموحه هو اكثر الفرق المتصارعة ارتياحا ب 36 نقطة. خش على اللي بعده، البنك الأهلي. هنلاقي إن البنك الأهلي عنده مواجهة مع غزل المحلة يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، ماتش قوي جدا لأنه ما بين الفريق البنك الأهلي 35 وغزل المحلة 32 في المحلة، ثم يختتم المسابقة بمواجهة فيوتشر اللي هيكون بيلعب مباراته الأخيرة، وكده كده هيلعب في الكونفدرالية، ده هنا في استاد القاهرة. ننزل بقى على اللي معاهم 34 نقطة عشان نلاقي سيراميك كليوباترا بيلعب الماتش اللي جاي يوم الاثنين مع بيراميدز، ثم وبيراميدز طبعا ضمن المشاركة في دوري الأبطال ومحدش هيلحقه من تحتيه، وممكن يكون هو بيحاول يلحق ما يمكن أن يلحق به بالنسبة لمتصدر الجدول الأهلي. إمبي الضامن للبقاء يلتقي سيراميكا في ختام المسابقة. الاسماعيلي اللي بيمتلك نفس رصيد سيراميكا كليوباترا، ماتشاته اللي جاي تحديدا ده ماتش نار يوم الاثنين اللي جاي، الداخليه اللي بيمتلك 32 نقطه هيلعب مع الاسماعيلي اللي بيمتلك 34 نقطه، واللقاء في السويس ملعب الداخليه، ده ماتش من الماتشات المحدده جدا لهل يبقى الداخليه يبقي على حظوظه يعني في الجوله الاخيره، ولا الاسماعيلي يكسب فيقعد ويقول للداخليه خلاص بقى كده كفايه عليك محاولات. ثم الاسماعيلي يلتقي مع الاتحاد الضامن للبقاء في الجوله الاخيره في الاسماعيليه. ندخل على اللي بعد الاسماعيلي، طلائع الجيش. هنلاقي ان عنده مواجهه تاني زي ما الاسماعيلي عنده الداخليه، طلائع الجيش عنده اسوان. الجيش عنده 33 وهو نفس رصيد اسوان. ماتش يعني قمه في الاثاره. ثم طلائع الجيش يختتم المسابقه بمواجهه بيراميدز. حكينا ظرفه طبعا. أسوان نفسه ده أصعب موقف لأن عنده 32 نقطة، عفوا 33 نقطة، وهيلعب مع فريقين متصارعين معاه، طلائع الجيش الأول يوم الاثنين ثم أسوان في ختام المسابقة، وده عفوا في الداخلية في ختام المسابقة، وده بوضع أسوان 33 نقطة ومواجهة فريقين متنافسين معاه يبدو كده وعلى الورق من أصعب المواقف، موقف أسوان ده. ثم الداخلية عنده الإسماعيلي وأسوان، نفس القصة نفس الصعوبة اللي بيواجهها أسوان يواجهها الداخلية حاليا، والداخلية معاه 32 نقطة زيه زي غزل المحلة. أخيرا غزل المحلة عنده البنك الأهلي ثم حرس الحدود، يدخل على ماتش مع فريق محتاج نقطة وينهي مع فريق هبط رسميا. مين هيقعد في الدوري؟ مين هيهبط؟ لنرى. نتمنى أن يزيد التركيز على مستوى التحكيم، نتمنى أن يزيد الالتزام على مستوى اللاعبين، وأن تزيد الثقة بإذن الله جماهيريا، وأن يسود الانضباط على مستوى كل الأطراف. تعالوا مع بعض نشوف ماذا قال المديران الفنيان بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، والبداية مع كولر لأن الكابتن حمزة الجمل لم يحضر المؤتمر الصحفي. كولر قال: توقعت صعوبة اللقاء، لعبنا بتراخي نوعا ما في الشوط الأول. مش متفق معاه بصراحة، أنا حاسس إن التراخي كان في الشوط الثاني.
تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة تحسين الصورة وزيادة الفعالية. نجحنا في تسجيل هدف ثم أصابتنا حالة من التسرع قبل نهاية اللقاء، وهو أمر نعاني منه مؤخرا. سنتحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر، لابد أن نتحسن بشكل أفضل مما ظهرنا عليه في آخر المباراة. حمدي فتحي كان لاعبا مهما للغاية، ولا أحب مقارنة اللاعبين ببعضهم، بيتكلم على لاعبه اللي غادر الأهلي رسميا. أحاول أن أخرج أفضل ما في كل لاعب وأسعى لتوظيف كل لاعب وقادرون على اللعب بدونه. نحن فريق كبير ولم نحسم أي صفقة حتى الآن، بكل تأكيد نحتاج لتدعيم صفوفنا، هذه سمات الفرق الكبيرة. التدوير مهم جدا في ظل المباريات الكبيرة التي نخوضها، لا يمكن أن نعتمد على عدد معين من أجل تجاوز كل هذه المباريات. بطولة إفريقيا والتتويج بها أثر سلبيا على اللاعبين، نحاول إعادة اللاعبين مجددا لمستواهم السابق. واضح، المدرب واضح جدا، مهتم بجميع اللاعبين وأسعى لتطويرهم من أجل أن يكونوا في كامل الجاهزية عندما نحتاج لهم. لا يوجد فريق في العالم يسجل جميع الفرص التي تتاح له في المباريات. لكي نسجل أهدافا أكثر نحتاج إلى التركيز والشراسة ولهدوء أمام المرمى وتدريب اللاعبين أمام المرمى. لكن خوض المباريات كل 48 ساعة يصعب من تدريب اللاعبين على هذا الأمر. سعيد جدا بكم الفرص التي نخلقها في المباريات، والسعادة الأكبر بالنسبة لي هي تحويلها إلى أهداف، لكننا نحتاج للشراسة الهجومية لترجمة الفرص إلى أهداف. ماتش الأهلي اللي جاي مع الاتحاد السكندري، الماتش اللي بعده مع الزمالك، وفي أربع حكام حاليا مرشحين لقيادة هذه المواجهة. 1 الكابتن محمود البنا، 2 الكابتن محمد عادل، 3 الكابتن أمين عمر، 4 الكابتن إبراهيم نور الدين. من منهم سيقود هذه المواجهة تحكيميا؟ هنشوف بإذن الله خلال الأيام القليلة المقبلة. طيب، مارسيل كولر اتكلم على حمدي فتحي، ورغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن من الوكرة أتممنا ضم حمدي فتحي، وإن كانوا تحدثوا عن أهمية الصفقة، ورئيس النادي اتكلم في تصريحات تلفزيونية منذ قليل وأكد على أهمية الصفقة، وإن بكرة في مؤتمر صحفي، وإن نزلوا صور لوصوله. أول طرف بيتحدث من الصفقة هو حمدي فتحي نفسه. كتب من شوية حمدي فتحي رسالة وداع إلى جمهور النادي الأهلي بعد سنوات قضاها مع الفريق الأحمر. قال في رسالته اللاعب الدولي: شكرا للنادي الأهلي، شكرا للإدارة، شكرا لجمهور النادي الأهلي العظيم، فخور إن كنت جزء صغيرا من كيان كبير وعظيم، شكرا على حبكم ودعمكم لا منتهي، ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهور كبير، بتمنى ليكم كل التوفيق. وأخيرا شكرا لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم أكتر من إخواتي، بحبكم جدا وبتمنى ليكم كل التوفيق فيما هو قادم مع نادينا العظيم، وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ما احنا متعودين، ولنا عودة. تميلوا على مستوى خط الوسط وثنائية من الثنائيات اللي كانت معتادة ربما في السنوات السابقة، تحديدا للسنة دي ما كانتش بنفس كثافة المشاركة. عمرو السوري أيضا نشر رسالة وداع إلى صديق بيقول له: لو هتكلم عنك مش هوفيك حقك، وشهدت فيك مروحة، طول عمرك راجل وأخ، والواحد بيتشرف بيه في أي مكان، عمرك ما بخلت بنقطة عرق واحدة، لعيب كبير وشريك الرحلة، ربنا يعني زي قد إيه نشيد نفس الوقت، بتمنى لك كل خير ورب يكرمك في اللي جاي، هتوحشنا صاحبي، بس لا عودة مع وجه حزين، سلام يا صاحبي. طبعا ثنائية يعني شهيرة بين الاثنين، وتوجد بالعديد من البطولات في المواسم السابقة، بل وحتى هذه اللحظة بتتوج بالبطولات مع النادي الأهلي. حمدي فتحي إلى الوكرة القطري بعد اتفاق تم ما بين الناديين ومقابل مادي حصل عليه النادي الأهلي، واتفاق ودي ربما على مبارتين بين الفريقين الأهلي والوكرة، سواء واحدة في القاهرة والأخرى في العاصمة القطرية الدوحة. ماذا قال برنامج الماتش منذ بدأت المفاوضات حتى الوصول إلى لحظة حسم؟ تعالوا مع بعض نشوف. احنا تواصلنا مصدر مسؤول أو مصدر مقرب من حمدي فتحي، فقال لنا أنه هو هدف الفعل للعديد من الأندية في الخليج في المرحلة الحالية. قلت لكم قبل كده أن في عرض من الوكرة رغم أن الأهلي نفى، وهو الأهلي طبيعي أنه هيفضل فيه طول ما مفيش ورق رسمي، لكن في كلام الأكيد أن في اتصالات ما بين المسؤولين البارزين في الوكرة،
والمسؤولين البارزين في النادي الأهلي، وفي جلسات كمان تمت دون أن يصل للأهلي عرضاً أو عرض رسمي إلى مقر النادي الأهلي، لكن في كم تم وفي قعدات حصلت. معلوماتنا أن العرض القطري يتوقف عند 3 مليون، ومعلوماتنا أن الأهلي اللي كان راغب في الوصول إلى أعلى من هذا الرقم بيفكر فقد يوافق على بيع حمدي فتحي بهذا المقابل، بالنظر كمان لأن اللاعب نفسه مستفيد من الناحية المادية على مستوى البنود الشخصية المتفق عليها أو عليه مع نادي الوكرة القطري. ولكن كولر من جانب آخر أنا تمام، بس نشوف البديل. كنا قلنا لكم من فترة كده أنه وقت بطولة دوري أفريقيا قبلها بكم يوم، يعني قبل النهائي، أنه حمدي فتحي طلب أن يجتمع بالكابتن محمود خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأن يجتمع بمستر مارسيل كولر لحسم موقفه باعتبار أنهما صاحبا القرار في رحيله، يتم تحديد الموقف وأنه جاي له عرض جيد جدا من نادي الوكرة القطري، وده أمر طبيعي بالمناسبة، نجم من نجوم الفريق. فطلب الطلب ده لا يعد يعني خروج عن النص، عشان في ناس بتحسسك انه يعني خرج من التقاليد والاعراف، اللي هي تقاليد واعراف، وبيزودوها قوي بقى ويقول لك ازاي وما بيحصلش. بيحصل عادي يا جماعه، ده مش اهانه لما لعيب يطلب انه يجتمع بمجلس اداره نادي او برئيس نادي، امر طبيعي جدا. وبعدين ده رئيس النادي، ده مشرف على فريق الكره في النادي الاهلي، ده غير انه اسطوره يعني، ولعيبه كتير حصلت معاها. لكن على اي حال ده موضوعنا انه ده كنا قلنا دي خلفيه. الجديد دلوقتي ان الكابتن محمود الخطيب وافق على ان يرحل حمدي فتحي عن الاهلي بالعقد المتفق عليه او العرض المبعوت للاهلي اللي هو بقيمه 3 مليون دولار. لكن الاهلي حاول يحط اضافات بقى علشان يزود العائد، وده امر مش هيعطل التعاقد المحتمل، ممكن على مستوى المشاركات، على مستوى الاهداف، على مستوى الصناعات، على مستوى البطولات اللي يتوى الفق المقبل. ولكن ينتظر الان قرار مارسيل كولر، وهنا بقى ده التدرج الطبيعي الناجح الجيد في النادي الاهلي، انه الاداره بتدي موافقه ثم تسال المدير الفني اي تخرج الموافقه النهائيه. احنا موافقين، الفلوس كويس، انت ايه رايك؟ تمام. اقول لكم بقى رايي كولر، انا تمام بس عايز بديل. ده قلنا امبارح، وقلنا ان الكارتي الاهلي عايزه، انفردنا بهذا الخبر. ومحمد رضا بوبو المتواجد مع منتخبنا الوطني في المغرب شبه تمت، يتبقى ايضا الاعلان حمدي فتحي الى قطر الوكرة القطري بمقابل 3,250,000 دولار مع 10% نسبه لاعاده البيع. طيب، ده كان تسلسل لمتابعات برنامج الماتش بفرانتي المدفع عن قصة فتحي. لا نكون الوحيدين المنفردين، سبقنا أحيانا زملائنا الأعزاء، وبين الزملاء الباحثين عن الانفراد اللي هو احنا، وزملاء آخرين باحثين عن انفرادات اللي هو مش احنا، في زملاء آخرون لا عليهم سأل، هم يقول لك انت بتقف ضدنا، بيعلقوا بس على انفرادات الآخرين، لهم منا كل الاحترام، وان شاء الله يبقوا زينا وزي زملائنا الحسين دائما عن الانفرادات، ونبقى احنا نبحث عن الانفرادات وعن خدمه المشاهد الكريم. خليني اروح معاك الى نقطه، هذا لاعب مؤثر نتمنى له كل التوفيق في المرحله المقبله في الاهلي عم ديره، رحل عن الاهلي، لكن هناك لاعب اخر يكن مؤثرا في صفوف النادي الاهلي، هو برونو سابيو، رحل عن صفوف النادي الاهلي بعد موسم واحد لم يكتمل من استقدامه من بوليفار البوليبي. اللاعب برونو سابيو مشي من الاهلي، بدات القصه باعلان نادي بوليفار فجاه اليوم انه اتم عوده لاعب من العائله، ولو تشوف الاحتفالات اللي معموله جماهيريا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من فريق بوليفار تقول ما اشتغلتش ليه معانا؟ الدنيا ما اتحركتش ليه؟ ربما ظروف بقى التاقلم، ربما عدم قناعه فنيه من مدير فني، لكن في النهايه مشي سابيو. التفاصيل الماليه تعالوا نقول الخبر وبعدين علق تعليق سريع على القصه دي. برونو انضم للاهلي مقابل 1.5 مليون دولار، دفع الاهلي القسط الاولاني منهم اللي هو 700,000 دولار، تبقى قسط ثاني اللي هو 800,000 دولار كان المفروض الاهلي يدفعه لانه الصفقه كانت لسه مكمله واللاعب كان مستمر موسمين اخرين مع النادي الاهلي. دفع الاهلي 800 وكان باقي 700. اللاعب حصلت قصص كتيرة جدا ما بين عدم قناعة فنية من مارسيل كولر، ما بين قصة انه أثر في قرار جوستافو سوزا سابقا فالأهلي نفسه اتضايق منه بأنه قال إن الأهلي بيتأخر في مرتباته، ما بين إنه هو نفسه كان متضايق من فكرة إن ياخد سو بالجنيه المصري وقت أزمة الخاصة بالدولار أو بعملة الصعبة. فابتعدت
مشاركات ولم يشارك إلا في 18 مباراة، ساهم في صناعة 3 أهداف وسجل هدفين منهم هدف مؤثر جدا في بطولة السوبر اللي ربما مهد الموسم كتير توج فيه الأهلي بالعديد من البطولات، لكنه غالي قوي لأنه دلوقتي مع ال 700 دي الأهلي مش هيدفعها خلاص، فكأنه التاني بوليفار الشراب ده مع 400 ألف دولار من قيمة عقد اللاعب، من نص قيمة عقد السنة اللي جاية على وافق على الرحيل كنوع تفاوضي، يعني اللي هو خد نص مرتب السنة الجاية ويمشي، مع طبعا قيمة الصفقة أساسا إلى جانب موسم خد فيه 800 ألف دولار اللي هو الموسم اللي انقضى بالفعل. أحيانا بتبقى فكرة الرحيل، لأن بشوف الناس بتقول إزاي ده سنة واحدة والأهلي خسر مكسبش، مظبوط، لكن أحيانا بتبقى الخسارة بتاعت اللي هي المقابل ده أحسن من أن يستمر لاعب، فتبقى خسارة فنية وخسارة مادية مستمرة للسنتين اللي جايين ولن يستفيد بيه الأهلي. ممكن يبقى ليك تحفظات أو تعليقات على التفاوض، إن كان ممكن الأهلي يمشيه بسعر أعلى، كان ممكن الأهلي ما يدفعلوش 100 يدفعله أقل، ممكن، تمام، هي أمور تفاوضية، ممكن كل حد بيقدم فيها أو بيحقق فيها مكاسب أكتر من غيره أو أقل من غيره. لكن خلينا نروح للنقطة الأبعد شوية، إنه فكرة لاعب جه ومشي بعدها موسم واحد. ممكن دي تقف عند 3 حاجات من وجهة نظري. الرقم الأولاني أو القصة الأولانية، لو تراجعوا كده هتلاقوا إن برونو سابيو، هادي حسين، ميسي، التجولي قبل ما مارسيل كولر يجي الأهلي، ممكن يكون الإدارة ولجنة التخطيط بيكون عندها آراء فنية فبتضم اللاعبين اللي شايفة إن هي محتاجة قبل المدير الفني، لكن عادة في عصر الخطط والافكار وان كل مدرب عنده افكار ان كل لعيب فيه مواصفاته، حتى لو كان شادي حسابيو ممتازين ففي نظر المدرب اللي لسه ما جاش ممكن ما يكونوش ممتازين، وعشان كده النتيجه النهائيه ايه؟ رحل شادي حسين الى زد الاقب، يعني رحل ميسي الى سموحه، رحل سابيو من جديد مباعا الى نادي بوليفار الليفي، وبالتالي تستطيع ان يختار كل مدرب ما يريده من لاعبين. دي النقطة اللي كان في تسرع أول. اتنين، انتوا عارفين البرازيل تقريبا كل سنة بتطلع 1000 محترف، 1000 موهبة بتطلع بره البرازيل تقريبا كل سنة، وبالتالي مش كل البرازيليين برازيليين بالمعنى اللي احنا عارفينه كلاعيبة كورة، في صف أول يلعب في أوروبا، في صف تاني بيلعب في أوروبا بس مش سوبر ستارز، مش الليفل الأول أوروبا، مش فينيسيو جونيور يعني، في صف تاني بيلعب في أفريقيا وفي بيلعبوا في افريقيا غير الاهلي كمان اللي هو التوب ليفل بتاع افريقيا. بالتالي مش اي برازيلي هو برازيلي. وبالتالي البرازيلي اللي بيلعب مش في اوروبا مش زي الافريقي اللي بيلعب في افريقيا. اللي بيلعب في مصر، يعني الافريقي بيلعب في مصر ده بالنسبه له مصر محطه لاوروبا، البرازيلي لو عايز لو هو موهبه تلعب في اوروبا هتلاقيه في اوروبا مش هتلاقيه في مصر. رقم 3 ده هيودينا لنقطه البيلي والبيلي، ما دام انت تدفع فلوس كتيره في لاعب برازيلي فمهم ان تتابعه بكثافه بكثافه، زي مثلا كينو ده اعلى ليفل برازيلي في مصر لو تفتكروا مع بيراميدز، على فكره جاب 10 تجوال ولعب 33 ما تقريبا وعامل 11 اسيست، لما مشي كسب فيه النادي بتاعه بيراميدز اعاده بيع، دفعوا فيه فلوس كتير لكن باعوا وكسبوا فيه اعادات بيع، وبعد ما مشي من الجزيره الاماراتي راح تاني على اعلى الفرق في البرازيل. فاكرين سو مثلا الاهلي كان عايزه، سو الاهلي كان عايزه نظام بوليفار بس سابوه بفلوس قليله بعد كده استفادوا منه فحققوا منه، فانت لازم تحسبها بالورقه والقلم بعد متابعه في اللاعب اللي انت عايزه وفي نفس الوقت اللي انا هستفيده منه وفي الوقت احتماليه الربح في ايه لاحقا. بكل بساطه فكره ان واحد ما يتاقلمش معاك ممكن تحصل وصفقه ما تخسر كتير قوي لكن تخسر، لكن في النهايه ممكن تقلل خسائرك في صفقاتك بشكل عام. وده اللي هيودينا النقطة الأخيرة، إنه هاني رمزي كان معاه هنا وهو رئيس لجنة الكشافين في النادي الأهلي قال أو إدارة الكشافين قال إنه بنجيب مواصفات بيطلبها المدير الفني بنعرضها عليه بيختار منها بنجيبه، والخطوة ثمارها بكل تأكيد ليها ثمارها بكل تأكيد في المرحلة المقبلة، أتمنى نراها في المرحلة المقبلة علشان ده بيخلي الجو اللي جاء احتمالية نجاحها أكبر بكتير من احتمالية عدم نجح. على جانب اخر مثلا اليو بادجي بعد تفعيل بند الشراء من نادي بوردو من اميان الفرنسي بحسب التقارير 3 مليون دولار، فالاهلي مستفيد قعد يعيره
ده غير نسبة إعادة البيع فيها مكسب كبير بقى في المرحلة من إعادة بيع بادجي في 20% كمان من إعادة البيع، وبالتالي مكسب ساقة لم هي أنجح مستوى الإضافة الفنية لكن لم يخسر بها الأهلي من الناحية المادية. أخيرا وقبل ما نطلع لفاصل عشان نرحب بالكابتن شريف عبد الفيل، منتخبنا الوطني الأولمبي يستعد الآن لمواجهة منتخب المغرب يوم السبت المقبل في ختام مشوار بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام. الفريقان مبروك ضاق التأهل إلى الأولمبياد في باريس العام المقبل. منتخب مصر تأهل حساب غينيا هدف دون مقابل في نصف النهائي. المغرب بعد التعادل 2-2 بعد شوطين إضافيين بعد 90 دقيقة، ركلات الترجيح حسمة أسود الأطلس الشاب. والآن المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب، كل التوفيق لمنتخب وطني في مواجهة شقيقه المغربي. تواصلنا مع مستر روجيريو ميكالي المدير المضرم لمنتخبنا الوطني الأولمبي، توجهنا له عدة أسئلة فكانت إجاباته كالتالي: كيف ترى مباراة المغرب؟ فكانت الإجابة: مباراة المغرب ستكون صعبة. سألناه: هل ترى أن الدوافع ممكن تقل بعد ما رحنا الأولمبياد وحققنا الهدف الأكبر؟ هتتعامل ازاي مع ده؟ قال: لست قلقا من غياب الدوافع بعد التأهل للأولمبياد لأن الوصول للنهائي في حد ذاته أمر صعب، فلا يمكن التفريط في هذه الفرصة، فلا بد من محاولة تحقيق اللقب، مش كل مرة هتعرف توصل نهائي، فده لوحده دافع كبير انك تكسب. سألناه: هل حددت احتياجاتك من اللاعبين الثلاثة اللي فوق 23 سنة اللي هيلعبوا معاك في الأولمبياد طبقا لأحقيتك كلوائح؟ فكانت الإجابة: ما زال من المبكر تحديد الثلاثي الذي سأستريه من فوق السن للمشاركة في الأولمبياد. ترشحوا أنتم مين؟ مين الثلاث لاعبين اللي شايفين أن المنتخب الأولمبي في ضوء متابعتنا ليه في بطولة أمم أفريقيا محتاجهم مستر ميكالي عشان يزودوا لنا إضافة في الأولمبياد في باريس؟ وقعوا كده معنا في خط وسط خط الدفاع في الهو جناح، هل محتاجين حارس؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم برضو، وده هنناقشه مع الكابتن شريف عبد الفيل ضمن نقاشاتنا المختلفة في الفقرة المقبلة في الماتش مع حضراتكم، فخليكم موجودين معنا. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى. عروس المتوسط تتزين لفصل الصيف، شواطئ مجانية للمصيفين وشواطئ خاصة لذوي الهمم. محطة مصر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. مدفعجي من المدفعجيه، لاعب متالق في صفوف كل الفرق اللي لعب فيها، لاعب اثار الجدل حينما كان لاعبا سواء بمستواه او بطريقه انتقالاته، وهو ايضا على المستوى الفني مدرب
كبير ينتظر منه الكثير في المرحلة المقبلة. نجم الأهلي والإسماعيلي السابق الكابتن شريف عبد الفضيل، نورت يا كابتن شريف. حبيبي يا هاني، متشكر جدا طبعا المقدمة، وبشكر فريق الإعداد بالكامل على المقدمة الجميلة دي، وبشكر كلامك طبعا الجميل دوت، وكل سنة وانتم طيبين. انت طيب، انت اللي كل سنة وانت طيب. عيد ميلاده كان أول امبارح كابتن شريف، عقبال 100 سنة. حبيبي ربنا يخليك يا هاني، متشكر جدا، وانت طيب وبخير دايما يا رب. نفسك في ايه السنة الجديدة؟ نفسي الناس كلها تبقى في سلام وفي خير يا رب ان شاء الله، وابقى مدير فني كبير ان شاء الله. ان شاء الله تبقى مدير فني كبير، وتبقى البدايه من السنه الجديده بتاعتك دي ان شاء الله. سنه سعيده عليك يا رب كابتن شريف. شكرا يعني، ربنا يخليك. الاهلي بيكسب الاسماعيلي بهدف دون مقابل، وبيقترب خطوه جديده من تحقيق لقب الدوري رقم 43. شفت ازاي الفوز النهارده؟ الماتش يمكن انا اتفرجت طبعا يمكن على كل مباراه النهارده. مباراه كانت مش عايز اقول من طرف واحد، ولكن الاهلي كان متسيد معظم الوقت في المباراه، ادى عامل استحواذ، تدوير للكوره، لعب من العمق، حاول يعمل جمل مركبه بشكل كبير جدا. لمسات يمكن الشوط الاولاني بالذات ظهرت الجمل المركبه من قفشه وبرستاو بخروج خالد عبد الفتاح من ناحيه اليمين، او تحضير لعب كتير ومروان عطيه يغير اتجاه اللعب عند علي معلول بشكل سريع الناحيه الثانيه، وعلي بيقدر بشكل مباشر يعمل الكروسنج السريع لمحمد شريف اثناء التحرك. الحاجات المباشره، اختراقات من العمق، وصلوا لواحده عملها بقادر في 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 في, في القائم والعارضه، على واحده تانية يمكن بقادر من على الست يارده، ده كله الشوط الاولاني. يمكن الاهلي حاول معظم الوقت، طبعا الاسماعيلي كان بيعمل عامل زون ديفنس كويس قوي، بيعمل على بيشتغل على كاونتر اتاك اكتر. عبد الرحمن مجدي كان بيعمل استحواذ، بيعمل دريبلينج عشان يقدر يسحب الفرقه، ولكن طبعا العناصر ما ساعدتوش بشكل كبير. دايما عماد حمدي ومحمد حسن عندهم ادوار دفاعيه بشكل كبير، والتزام دفاعي قدام لاعبي خط الدفاع بتاعهم. عشان كده كانوا دايما متاخرين في الطلوع لاعبي الاسماعيلي، وخايفين اكتر بيحافظوا اكتر على النتيجه انها تطلع. فعلا نجحوا الشوط الاولاني 45 دقيقه بشكل كبير. بدا الشوط الثاني دقيقة 50 تقريبا، النادي الاهلي قدر ان هو يحرز هدف من ضربه ركنيه طلعها محمد عبد المنعم، سيطر عليها قفشه بشكل كويس جدا. وعمل كروسنج، اتلمست من عبد القادر بضربه راس عكسيه، خالد عبد الفتاح عاملها عملها وان تاتش، من لمسه واحده حلوه، وان تاتش، وحتى بيرس تاو وهو بيستلم هي دخلت صح تمام كده، كان بيستلم مظبوط، كان بيستلم مع انه مش في مكان استلام، بس هو كانت سريعه، هو سريع، كل حاجه اتعملت صح لان كل لعيب حضر هو عايز يعمل ايه، وحتى بيرستاو موجود في المكان الصح. عشان كده قدر الاهلي يحرز هدف من انا شايفه كلها حاجات مركبه وحاجات سريعه، كلها تفكير وقرار واحد اللي هو الوان تاتش، وقدروا يحرزوا الهدف الاول. بعدها على طول الهدف اللي عليه الجدل الكبير هنتكلم عنه ده بقى بتفصيله ثانيه لوحده، بس اقول لك بمناسبه انك قلت خالد عبد الفتاح اللي صنع الهدف، هو كان خرج مصاب النهارده، فالناس عايزه تطمن، فنطمنكم دكتور ابو عبله طبيب النادي الاهلي اكد ان اللاعب سليم جدا، لا مشكله يعني. يشارك غدا في التدريبات بشكل طبيعي، هو شد عضل اجهاد لان خالد لعب المباراه الاخيره لعب باك ليفت، المباراه دي لعب باك رايت، طبعا كان بقاله فتره ما بيشاركش، فبدا ياخد ماتشات، وبدا مستر كولر بيعمل عمليه الروتيشن بين اللعيبه بشكل كويس، ويمكن خالد اول مره يلعب باك رايت من فتره، بقاله شويه مزبوط. فعلا فاشتغل بشكل كويس النهارده، عمل مجهود هايل. يمكن الشوط الاولاني بالذات خالد عبد الفتاح كان لعب ماتش من الماتشات الاخيره اللي فاتت دي، ظهير ايمن مكان محمد هاني لما كان بيريح محمد هاني بالظبط، لعب بس اخر ماتش كان باك ليفت، وبعد كده رجع باك رايت. عمل مجهود كتير جدا الشوط الاولاني، بس ما فيهوش حاجات ايجابيه فيه. ممكن قرارات متاخره شويه، دايما البساط بتجيله في مساحه طويله شويه ما بيلحقهاش، ما كل ده مجهود يعني. ايوه كل ده مجهود. عشان كده يمكن ما قدرش في اخر ربع ساعه تقريبا او 10 دقائق جاله مجهود، شد عضلي نتيجه اسمه اجهاد عام نتيجه المجهود يعني. بس بشكل عام خالد عبد الفتاح بتشوف ان هو اضافه في مركز الظهير الايمن بالنظر لان محمد هاني موجود، وان اكرم وكريم بيتم تجهيزهم للعوده بعد الاصابات الطويله؟ طبعا انت خالد عبد الفتاح من الناس اللي افضل اللعيبه المباراه اللي فاتت، وبيلعب باك ليفت، بنتكلم في لعيب اضافه قويه جدا، بيلعب باك رايت، بيلعب سيرد باك، اول ظهور ليه كان سيرد باك قدام نادي الزمالك، وقدم مباراه على اعلى مستوى صح خالد عبد الفتاح، وبعدها ما شاركش تاني. بعد كده لما بياخد باك ليفت باك رايت بيأدي بيعمل مباريات عاليه جدا. فانا شايف ان مع مروان عطيه من الصفقات السوبر. خالد عبد الفتاح بالعكس يمكن هو اضافه طبعا برجوع اكرم وكريم، ان شاء الله يبقوا حلول، لان كمان انت عندك
اكرم نفس الكلام بيقدر يلعب باك رايت، يلعب وسط ملعب. كريم بيلعب باك رايت ويلعب جناح ويلعب وسط ملعب. فانت الحمد لله لما ترجع كمان اللعيبه دي، انت بالعكس انت لعيبه النادي الاهلي بالذات يعني انت بتشارك في بطولات كتيره جدا، فعايز لعيبه تقدر تكثف مجهودها في كذا مركز وتجيد في كذا مركز، فده المطلوب يعني. بعد الهدف اللي سجله الاهلي حصل تراجع، سواء من خلال تغييرات كولر اللي خرج بعض اللاعبين زي بيرسي تاو وخرج قفشة، نزل محمد فخري، ومع رغبة الاسماعيلي خلاص انه مفيش امل غير ادراك التعادل علشان يبقى في مسابقة الدوري. ايه اسباب التراجع من وجهة نظرك اللي تمت، اللي اظهرت خطورة الاسماعيلي اللي سجل هدف هنتكلم عنه دلوقتي؟ مش عايز اقول تراجع، هي اللي انت لو بصيت على الكرة اللي جي منها اصلا الضربة الحرة، هي كانت كرة معانا اعتقد انه كان رامي ربيع عمل دريبلينج بالكرة، ده طبيعي جدا. خلي بالك لو لاحظت ان ممكن رامي بالذات عبد المنعم النهاردة كان بيحاول يمسك الكرة كتير جدا. ليه؟ عشان نادي الاسماعيلي مديله مساحات كبيرة جدا. فانا كراجل ستوبر اكثف بقى، اكثف من حلولي الهجوميه. مين دايما الزيادات عندنا؟ هم دايما الاثنين قلب الدفاع. فبالتالي بيبقى عندي حريه اكتر وانا معايا الكوره، فدي بتغريني اكتر. طيب انا اللعيب الخصم او الراجل سترايكر ببقى عارف ان عبد المنعم بيمسك الكوره، فبالتالي اول ما بيمسك بيبقى عندي كده نوع من المهاره اخليه يستنى واروح عامل بريس عليه مره. وده اللي حصل مرتين، يمكن محمد الشامي تقريبا مظبوط وحد تاني ضغط عليه قدر يستخلص منه الكوره تقريبا. خد منه الكوره مرتين او ثلاثه. الجول الاولاني مش عايز اقول ازودها، على بتكلم هنا على عبد المنعم. بص عبد المنعم انا بالنسبه لي عبد المنعم عايز اقول انه مرهق شويه. مرهق مرهق. عبد المنعم واخد كام ماتش ورا بعض والبطوله افريقيا اكثر مشاركه. مظبوط يعني بيتغير احيانا جنبه لعيبه. بالظبط كده. وكمان شكل والاستراتيجيه بتاعه الاسماعيلي بتغريك في الملعب. تمام. وبدليل ان رامي من الماتشات الهايله النهارده على فكره. رامي ربيع كان مقدم مباراه هايله النهارده، ولكن في لقطه الضربه الحره اللي جه منها الجول دي اللي عليها المشكله قصدي. ايوه. رامي عمل دريبلينج طولت اتقطعت اتردد، اليو ديانج اضطر يعمل سبرنت وراه، حصل الفاول بالتاخير وفاول وياخد عليه انذار فعلا. بس مش كارت احمر لان عبد المنعم كان لحق الراجل وهيغطي. حصلت الضربه الحره، هي مش جاتش من نتيجه استحواذ من النادي الاسماعيلي، هي جت من خطا فني من النادي الاهلي. تمام. قلت الفرص في الشوط الثاني للاهلي باستثناء يمكن الكره اللي في العارضه بتاعت محمد شريف. محمد شريف قفشه عملها له ثرو باص هايل. قفشه على فكره هو من اكتر اللعيبه النهارده لو خدت بالك كان بيعمل دور دفاعي على اعلى مستوى، ضغط استرداد كوره ممتاز غير طبيعي النهارده. انا لاحظت يعني الشراسه بتاعت قفشه في الحته الدفاعيه. قفشه كمان اتغير ان هو عنده النزعه الدفاعيه كمان. الدور الدفاعي بقى يدور عليه بتقدري. خلي بالك النقطه دي هي النقطه الابرز اللي كانت كولر بيقول لقفشه انا ما بلعبكش بانتظام بسببها، انك ما بتديليش الدور الدفاعي بنفس القوه اللي بتقدمها لي هجوميا. ودي عمليه التطوير اللي بيقوم بيها مستر كولر في تطوير اداء اللعيبه. لو خدت بالك يمكن كل الناس لاحظت ان معظم اللعيبه اداءها اتطور. كل المراكز، في كل المراكز راس حربه، باكات، ناس استوبارات، ادائهم اتطور بشكل كبير جدا مع مستر كولر لان هو بيشتغل على التفاصيل يعني. بيشتغل على التفاصيل، ايه النواقص اللي عندك؟ وبعدين انا عندي ناس محللين اداء فبجيبهم ببص على النواقص اللي عندك وبعرضها عليك. انت اللعيب بقى ثقافتك هي اللي بتشوف ده انت بتتطور وبتحسن من ادائك ولا لا. خلينا نرجع للضربه الحره اللي جه منها الجون. انا قصدي برضو ان الاسماعيلي ما كانش فيه استحواذ على قد ما هو كان ممكن يبقى خطا فني بسيط من بعض لعيبه النادي الاهلي. طيب جه لقطة الهدف، كرة من مدبولي في جسم، في حتة ما في جسم محمد حسن تحول للشباك، هدف، ثم بار بيستدعي الحكم ثم إلغاء للهدف. احكي لي انت هاني، عارف شخصية محمد حسن تالي؟ صح؟ انت عارفه. هاني محمد حسن على فكرة كان ناشئين نادي الاهلي. وحضر معايا في بدايته كان بيتمرن معانا ويمكن شارك ماتشات بسيطة مع النادي الاهلي قبل ما يروح دجلة. لانه في بداياته كان معانا في النادي الاهلي. تمام. تمام. فمحمد حسن انا عارفه هو اجريسيف جدا وشرس جدا ودايما بيقاتل على الكوره. خلاص لو حاجه زي كده جت اكيد هيبقى ليه رده فعل غير طبيعيه، وبدليل في موقفين منهم قفشه استخلص منه الكوره على رميه التماس او على خط التماس وحط جسمه قدامه. ده قفشه، انا بكلمك على قفشه عشان الدور الدفاعي اللي احنا كنا بنتكلم عنه. مظبوط. قفشه استخلص منه الكوره، شفت رده الفعل بتاعت محمد حسن كانت عامله ازاي مع اللاين مان؟ مع اللاين مان. تمام. وواحده ثانيه بعدها برده طلعت اوت، هو كان رميه التماس يعني كان عايزها ليه برده. رده الفعل بتاعت محمد حسن معقوله لعيب بالجرينتا دي وبالشخصيه دي
لما يحرز هدف ما يعترضش. اه دي بقى اللي بقول لك عليها تفاصيل حكم الماتش بيشوفها مظبوط وبيقررها. وخلي بالك انا اتكلمت مع اتنين لعيبه مش هقول اساميهم اقسموا لي بالله انها جت في ايده من الاهلي ولا الاسماعيلي؟ الاهلي. من الاهلي. ومحمد حسن نفسه قال هي جت في ايدي. اللعيبه قالت لك ان هو قالت لي انا قبل ما اخش لك حالا اتنين لعيبه. مين؟ لا مش هقول لك. ماشي تمام خلاص. اتنين لعيبه اقسموا لي بالله انها جايه في ايدي. خلاص. ومحمد حسن نفسه قال جت في ايدي. هو اللي بان لنا اصلا ان باهر كان بيشاور للحكم ان ايده ثابته. يعني ان هي جت في ايده بس مش متعمده. وطبقا للقانون وده اللي قاله كابتن جمال الغندور معانا من شويه ودي واضحه يعني معروفه ان الكره لو جت في ايد مهاجم وتحولت للشباك حتى لو مش متعمده فهي تتحسب ضربه حره فاول يعني هاند بول يعني. طب انا اشرحها لك بقى بتفاصيل صغيره بتاعت واحد لعب كوره كتير في الملاعب. بالظبط. طيب الكوره في الاتجاه ده جايه انا اللعيب رايح عشان المس الكوره. اولا جت في ركبتي اليمين. اليمين؟ اليمين الركبه اليمين طلعت لفوق. صح؟ انا بقول الشمال. ايه؟ اللي هي مش باينه لنا الزاويه اللي جايه من ناحيتها الكوره اللي هي دي كده جايه كده خبطت الكوره جت كده في ايديا دي. ما جت في ايدي اليمين. اليمين ولا الشمال؟ طب اهي الصوره معانا. الركبه اليمين. اوكي. وجت في الايد اليمين. والله؟ طب انا بقول ان هي جت في الايد الشمال او الركبه الشمال. وبميل ان هي في الايد الشمال. اولا هي الركبه ايه؟ ماشي. الايد بقى يعني هنا الاكشن اللي انا الناس كلها لازم تاخد منه بتفصيل. ايوه ما انا عايز اسمعك في منها. اعاده جت في الفار انا شفتها الايد نفسها لو الكوره ما جاتش فيها مش هتتحرك كده. الايد اتهزت يعني. اتهزت واتحركت بشكل وبالتالي تم تغيير اتجاه الكوره بالشكل ده. يعني الايد لو بصيت عليها من الزوايا الفار كلها اول ما الحكم راح بص على الفار هاني في زاويه جت في زاويه جت هتبص هتلاقي ظهر الايد نفسه عمل كده. بالظبط. ما هو الفار ما جابش غير زاويه واحده خلي بالك. بص انا بقول لك هات الزوايا كلها. اوكي. هات اللقطات الماتش هاني وهتشوف هتلاقي الايد عملت كده. عملت كده بالظبط. التصوير البطيء. وحصل تغيير في اتجاه الكوره على طول. طيب هو دلوقتي استفاد من تغيير الكوره ولا ما استفادش؟ استفاد. طيب يبقى خطا خلاص. هاند بول. في فرق لما هي لو جت في ايده فهي هاند بول ما فيش تعمد ولا مش تعمد. اصل انا سامع الكلام كده ان اصل هي ممكن ما تتحسبش. انها هاند بول ازاي ما تتحسبش يعني؟ لا تتحسب لو هاند بول فهاند بول. مش كبر هي مبدئيا ايديه فين؟ ايديه هنا اصلا يعني حتى مش هنا. فطبعا لا طبعا الكره هاند بول صريحه يعني. لكن مسؤولي الاسماعيلي متضايقين وبيقولوا ان هي كانت فيها ظلم الكره ديت. هاني بص انا مش عايز يعني اتحامل على حد ولكن خليني اقولها مش عارف بقى الكلام ده هيزعل حد ولا لا يعني. تمام. انا طبعا نادي اسماعيلي في موقف صعب جدا ونادي اسماعيلي نادي كبير وليه جماهير عريقه وليه تاريخ كبير. ونتمنى نادي اسماعيلي يخرج من الكبوه اللي هو فيها دي لانه ده مش مكانه طبيعي ابدا. مكانه مع الكبار فوق. تمام. ولكن في ناس دايما بتحب ترمي الشماعه على حاجات او بتعلق الهزايم على نقط عشان تغطي على الهزيمه بشكل مباشر. انا اعمل ايه؟ حاجه زي كده انا اقعد واكلم واصرح بشكل كبير عشان اغطي على الهزيمه. خد بالك من النقطه دي. مفهوم. بحب قوي ده لازم اعمل كده. خلي بالك ما اصل انا هعمل ايه كراجل مسؤول دلوقتي انا في موقف صعب جدا وعايز اي حاجه. عارف انت المثل بتاعنا اللي بتعلق في اشياء الغريق اللي بتعلق في اشياء. مش عايز انا طبعا اسماعيل اكبر من كده يعني. طبعا طبعا لكن ولكن واحيانا خلي بالك بحثك عن الاشياء دي بالظبط بيخليك تبقى حاسس انه اي لقطه ممكن تبقى في صفي وهي بصراحه لقطه جدليه يعني هي مش لقطه تقدر تقول ان اللي بيقول ان هي جون ده راجل ظالم ممكن يكون توقعها كده هي لقطه جدليه بالظبط وان كان الاقرب انا متفق معاك الاقرب ان هي جت في ايد اللاعب سواء بقوانين النظره يعني او برد فعل اللاعبين ده حقيقي كابتن جمال الغندور قال انه انت احيانا كحكم مش كل حاجه بتشوفها واحيانا بتعتمد على رد فعل اللاعبين بالظبط زي ما انا قلت لك بالظبط انا ممكن ابص على الاكشن وكمان انا ببقى عارف شخصيه اللعيبه اللي موجوده يعني الحكام خلي بالك بيبقى حافظ شخصيه كل لعيب موجود في الملعب ماشي مظبوط فالحكم بيبص على اذا كان انت سوري يعني يا لعيب يا فلان انت لسه عامل اتنين اكشن على كره رمي التماس وكره فاول على الخط فما بالك انت جبت جون فين الاكشن بتاعك فالحكم
خلي بالك بياخد مثلا قول 40-30% اكشن لعيب وبالذات لو انا عارفك ده غير نسبه تخيل. خلي بالك لو جبت انا نفسي مثلا هاني تجيبوا الاكشن بتاع محمد حسن في الكورتين اللي بتكلم عليهم دول. صح خلاص لما ده صوته كان باين في الميكروفون بتاع الملعب وهو بيزعق لما بالظبط عمل اكشن مع حامل الرايه طبعا اتكلم معاه بشكل مباشر وحقه يعترض بس طبعا ما يبقاش بالمنظر ده. انا قصدي ايه ان هو لعيب جرينتا بالمنظر ده لو انت جبت جون اكيد هيبقى ليك اكشن تاني خالص. مفهوم هي دي فالحكم خدها من الرؤيه دي برضه. باهر المحمدي ومحمد هاني ومحمد شريف. باهر كان محور احتداد جدل ما بين الثلاثه. شفت ازاي المشهد ده؟ باهر عمل مباراه جيده جدا النهارده تمام. انا شايف ان باهر خدته الحماسه شويه. جمهور الاهلي طبعا كان بيهتف بشيء ما مش عارف ايه هو فطبعا واضح ان من الهتافات ان هو في توجيهات معينه من الجماهير بكلام معين. انا كلاعب كوره ماليش دعوه بالجماهير تمام. يعني انا كلاعب كوره هاني ماليش دعوه بالجماهير. طبعا هاني راح بصفته كابتن من كباتن الفرقه. هو انا عارف عقليه هاني. هاني مؤدب جدا على فكره ومهذب يعني وطبعا باهر يعني. تمام. هاني لما راح لباهر بيتكلم معاه باسلوب هادي عايز يقول له ايه ده مالكش دعوه بالجماهير. فطبعا كان باهر منفعل اكتر فبدات رده الفعل فبدا الجدال بين الاثنين. طبعا ده ولا ده مقبول ولا ده مقبول. ولكن طبعا الخطا الاولاني عند باهر دايما خلي تركيزك في الملعب. ما تخليش حد يخرجك عن تركيزك ودايما ما تشغلش بالك بالجماهير الخصم بتاعك. طيب انا هستعرض معاك جدول الترتيب في النص الاخير ده وتقول لي مين اللي شايف انه الترتيب عندنا هاني ملتهب. انت هيلحق بحرس الحدود من مركز 10 لمركز 17 سيبك من 18 خلاص حرس الحدود نازل مظبوط. انت بتتكلم كلهم في الدوامه من 36 ل 32 انت عندك 36 نقطه سموحه سيراميكا وبنك اهلي وسموحه ايوه والداخليه واسماعيلي ايوه اهي واسماعيلي واسوان والمحله والداخليه كل دول من اول سموحه 10 اللي في 36 نقطة، البنك الأهلي 35 نقطة، سيراميك كليوباترا 34 نقطة، نفس الرصيد الإسماعيلي 34 نقطة، طلائع الجيش وأسوان 33 نقطة، داخلية وغزل محلة 32 نقطة، مين اللي هيقعد؟ مين اللي هيهبط؟ توقعاتك. حرس الحدود خلاص تمام. أهي جنبنا على الشاشة هنا. تمام، إحنا عندنا فين؟ هنا؟ طيب، إحنا عندنا كده الإسماعيلي، أنا أتوقع الإسماعيلي هيقعد. تمام. الإسماعيلي هيقعد. كابتن عبد الحميد بسيوني عامل شغل هايل مع طلائع الجيش عامل طفره مش طبيعيه. يعني ايه سبب تغير اداء نادي طلائع الجيش كده مش فاهم. يبقى راجل فنيا عالي جدا من كابتن عبد الحميد بسيوني. خلق دوافع جديده لنادي طلائع الجيش. انتصاره على سموحه حسن وضعيه فريق طلائع الجيش بشكل كبير. على سموحه وانتصاره على الاسماعيلي في اسماعيليه مظبوط. طبعا اسوان طبعا المباراه الاخيره كانت عادل قدام سيراميك كليوباترا. مع سيراميكا برضو المفروض برضو هم 36 تقريبا. عندك اسوان مستواه بيتراجع ويعني دايما في حاله وسط. سيراميكا 34 فوق الاسماعيلي نفس رصيد الاسماعيلي. سيراميكا نرجع تاني يلا هي اخر واحد تحت خالص او السيراميك. سيراميك كليوباترا 34 البنك 35 سموحه. بص انا اعتقد يعني ان هي داخل فيها المحله وداخل فيها الداخليه. محله والداخليه بشكل كبير يعني ومعاهم اسوان الثلاثه دول. اثنين منهم هينزلوا. انت عندك قول لي كده يعني رايك انت. والله هو خلي بالك الماتشات المتبقية ليهم لو هستعرضها لك ممكن تديك مؤشر تاني خالص لان في فرق هتلعب مع بعض بمواجهات مباشرة. يعني الماتش اللي جاي بتاع الداخلية والاسماعيلي. ما لسه بقول لك الماتش اللي جاي طلائع الجيش واسوان. اسماعيلي والداخلية فين؟ في الداخلية في السويس. طب ده ماتش صعب جدا على الاثنين. وفي طلائع الجيش واسوان اللي هو بص 33 هيلعبوا فين؟ في اسوان. اسوان لان اخر ماتش لاسوان كان في اسماعيليه. مظبوط. يبقى هيلعبوا في اسوان. طب نستعرض يا جماعه الماتشات المتبقيه. نستعرضها حالا. غزل المحله عنده مين؟ غزل المحله هوريك اهو يلا ورا بعض. دي ماتشات المحله عنده بنك اهلي حرس حدود. حرس الحدود غزل المحله. محله وماكس.
خلي بالك برضو مش مضمون خالص، مش مضمون خالص. ونتائج المحلة وإن كان تعاقد مع الكابتن خالد عيد لإنقاذ الموقف نفسيا ومعنويا وخبرات، مش كده؟ لا أنا بص، أنا فكرة برضو يعني كسر التغيير المديري الفنيين دي بتعمل خلل كبير جدا وعدم استقرار إداري وفني للعيبة نفسها، ما مش هتضيف لي كتير قوي. خلي بالك بتبقى مشكلة للعيبة نفسها وللنادي والمكان اللي أنت فيه. يعني كنت شايف إنه الأنسب استمرار كابتن رضا شحاتة؟ خلاص، ما اصل انت كل مره كابتن خالد عيد بيجي في الاواخر، واول ما تبدا السيزون اول واحد بيمشي كابتن خالد عيد. مظبوط. انا مش فاهم ايه الافكار وبتدار ازاي، انا مش عارف صراحه. اللي بعده بعدين كان في من كام يوم كده مفاجاه، رئيس نادي كان هو مدير فني وكان هو صح استاذ محمد الطويله بس هو كان مكتوب القائم باعمال المدير الفني، بس هو طلع قال انه كان مشرف فني، ما كانش بيدير فنيا، كان الكابتن شاكر عبد العال هو اللي بيدير. يعني اتمنى الحاجات دي يعني خلاص. يعني ما انت عارف، لو انت عارف لو كان النجوم كسب كنت هتلاقيها موضه. ما الحمد لله. انا مش طبعا يعني ايوه طبعا، لا هو الحمد لله لانه الحمد لله لانه ده كار تدريب، ده ليش ده شغلانه ومهنه، خلل في المنظومه كلها. انت كده هتدخل كل احنا عندنا مشاكل كتير اصلا، صح؟ فانت كده هتكترها، هتضيف مشاكل. احنا مش ناقصين اصلا. اصل انا اقول لك على حاجه بصراحه، في رؤساء انديه من كتر ما تعاملوا مع مدربين يقول لك هي دي شغلانه بالظبط يا جماعه سهله، طب ما انزل انا ادير، بيقولوها كده. ده حصل فعلا هو مفكرينها سهله على فكره، بيفتكروها سهله بس مش سهله، ده علم حقيقي. خلي بالك يعني ده علم وتطوير واداء، وبعدين ده انت في مجال الكوره كل واحد ليه شغل. خلي بالك المدير الفني بقى كوتش بس، صح؟ يعني بيدير دلوقتي، ده بره، انا بتكلم على بره، صح؟ يعني هديك مثال، خلينا في بتوع الكوره بجد، يعني جوارديولا مساعدينه لا يقلوا عن داخل على 20 مساعد. مظبوط. مساعدين تخصصات، انا بديك محللين اداء. خد بقى تخصص لعيبه، تخصص مدرب للراس الحربه، تخصص مدرب مدافعين، وسط ملعب، اطراف، تطوير، استراتيجي جديده. انا كمدير فني باجي كده في التاتش الاخير اللي اشرف عليه، بخش بس اعمل الاستراتيجي الاخيره بتاعتي. وبكاتشن على المباراه. انا ما بقتش مدير فني ترينر اصلا. انت فاهم انا بكلمك في ايه؟ مفهوم طبعا. طبعا الكلام ده مش عندك. طيب نكمل الماتشات المتبقيه عشان تشوف اتفضل. الداخليه عنده الاسماعيلي واسوان، الاثنين اللي بينافسوه. الداخليه عنده الاسماعيلي واسوان، ماتشات صعبه جدا صدق، والاولاني في السويس والثاني في اسوان. ده جدا الاسماعيلي هيعاني جامد، الاسماعيلي هيعاني، هيعاني جدا في الماتش ده. اسماعيلي بيواجه صعوبه خارج ملعبه، والسنه دي كمان داخل ملعبه، يعني هو مبقاش بخارج بس، لا مظبوط، يعني خارج وداخل يعني. فاتمنى طبعا الاسماعيلي يحقق نتيجه ايجابيه. اللي بعده اسوان عنده طلائع الجيش وداخليه. هو الغريب ان انت مش واخد بالك ان هم الخمس للاخر مع بعض بيلعبوا بعض. لا ده موضوع صعب، صعب جدا التكهن. لا صعب، لا صعب. عشان كده يعني صعب. متوقع نشوف اثاره لحد يعني اخر ثانية. انت عايز اقول لك حاجة، بص طلائع الجيش عنده، انت المتعة الحقيقية في الدوري دلوقتي في النزول. طبعا والله ما بهزر. انت الثمان فرق بالظبط او التسع فرق اللي تحت هم دول المتعة بتوع الدوري في الموسم ده بالذات يعني. مظبوط. طبعا هي محسومة ان شاء الله للاهلي في المقدمة البطولة يعني كمتوج بالبطولة في ما فيهاش نقاش. هو تقريبا هو عايز 6 نقط، بقوا 5، 5 نقط لانه تعادل، 5 نقط، عايز 5 نقط بالظبط يحسم الدوري ان شاء الله، يحسم الدوري. بالظبط. تفتكر الحسم ممكن يبقى في ماتش الاهلي والزمالك؟ ممكن، وده هيبقى جماله يعني، هيبقى جميل جدا كده. هيبقى متعه، لان الزمالك يعني فريق كبير، فريق عريق. ايه رايك في مستوى الزمالك تحت قياده اسوريو؟ في تطور ملحوظ في الادوات او الاستراتيجي بتاعته وطريقه تدويره للعيبه ووضع اللعيبه في مراكز معينه في المباراه. بدات تتطور بشكل ملحوظ. العناصر الشابه اللي بتخش، العناصر الجديده اللي بدات تخش ليهم شكل. وبدا يحصل تجانس. خلاص بدا يحصل تجانس للفريق ككل. حتى العناصر اللي بدات تخش الصغيرين بدا نشوف عناصر شابه صغيره. علي ياسر لعب مؤخرا، احمد عبد الرحيم ايشو لعب، ايشو جناح. انا فاكره ايشو ده كان لعيب كويس قوي بيلعب في 2003، مواليد 2003، لعب مع منتخب الشباب، منتخب الشباب. وينج ليفت، وينج رايت. ايوه هو اشول، لعيب كويس قوي. فدي كل دي عناصر شابه. كل دي بصراحه. طيب انت بدايه الراجل اسوريو ده كانت عامله ازاي؟ كانت اهتزاز ونتائج صعبه لما الراجل خد مساحه واشتغل.
بدا يبان شكله بدا اللعيبه تفهم طريقه لعبه مظبوط. بدا اللعيبه وهو شخصيته بدا يفرضها على اللعيبه هو ده اللي بتكلم فيه ان انت ادي مساحه للراجل المدير الفني ده يشتغل مفيش حاجه اسمها اجيب واحد اقعده 3 4 ماتشات بالنتائج ومشيه يا ريت بس عندنا احنا طبعا كل سنه بنقول الكلمتين دول وده اللي بيحصل دي المأساة بتاعتنا يعني طريقة لعب اسوريو ديت اللي هي فيها كثافة عددية جدا في الهجوم و... ولازم تبقى بتحاول تاخد الكرة قبل ما تعدي نص ملعبك يا اما هيكون مفيش لعيبة في مواجهة الاهلي اللي هو اقوى فريق هيلعبه الزمالك في المرحلة دي بالطريقة دي شايف ان هي محتاجة يعني ايه؟ شايف لا. الماتش ده عامل ازاي بطريقة الاتنين مدربين كابتن؟ الطريقة بتاعته هو بدأ انا بكلم مستر كولر طبعا في ثبات في التشكيل بيعمل روتيشن بين لعيبة بشكل كبير بدا يريح اللعيبه كلها بقت على اتم الاستعداد بتاعه النادي الاهلي وبدا يبقى فيه روتيشن كويس طيب شكل نادي الزمالك مع اسوريو مختلف ولكن عناصر الدفاع عندك طالما انت بتعمل طب هو انا هلعب بالاستراتيجي دي قدام الاهلي بنفس الطريقه هعمل ضغط عالي على النادي الاهلي عشان اعمل استخلاص للكوره بشكل كبير ههاجم الاهلي بعدد كبير من اللعيبه وبالتالي هيبقى في خلق مساحات عندي طب المدافعين اللي عندي عندهم السرعه والقوه والمهاره اللي تواجه سرعات لعيبه الاهلي وقدراتهم على التحولات هي دي بقى التفاصيل بتاعه الكوره وتحليل الماتشات اللي هنقدر هنا وهنا هيقدر طبعا المحللين الاداء اللي موجودين عند الفرقتين هيقدروا هيكشفوا لنا عن ده خلال اللقاء يعني طيب تعال نرحب هاتفيا بنجم الكره المصريه والاسماعيلي الكابتن ايمن كابتن احمد العجوز مدير الكره في نادي الاسماعيلي كابتن احمد اهلا بيك منورنا تحيات كابتن شريف عبد الفضيل وهارد لك تحياتي لكابتن شريف عبد الفضيل الحمد لله الحمد لله اهلا وسهلا بحضرتك يمكن اداء في روح جامده جدا وفي محاوله ادراك التعادل لكن في النهايه خساره ومباراتين متبقيتين للاسماعيلي يعني شفت ازاي او تعليقك على مباراه النهارده؟ مباراه النهارده طبعا انا الاول بحب احيي جمهور الاسماعيلي في المباراه بحب احيي لاعبي الجاره اللي كانوا فيها ادائهم المحترم بحب احيي الجهاز الفني على اداره المباراه انما احب احيي نادي الاسماعيلي بتاريخه بلاعبته القدام والجداد كل من الاسماعيلي النادي الاسماعيلي اسم كبير ونادي كبير تاريخ كبير نادي الاسماعيلي ان شاء الله بفضل الله موجود في الدوري الممتاز عندنا مباراتين صعبتين انما اللعيبه دي من اراده هذه المسؤوليه يقدروا ان شاء الله يحطوا نادي الاسماعيلي مكانه وان شاء الله يبقى موجود باذن الله احنا بنرد كمان بفضل الله بفضل مهاجرتهم ومساندتهم بفضل اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله الاسماعيلي موجود في الدوري الممتاز يعني. نعم ماتش النهارده ليه وعليه طبعا احنا كان ممكن لو الكوره زي الناس ما بتقول والمحللين حللوا الكوره جول لان احنا في الملعب احنا شفناها عندنا في الملعب على الناس ان الكوره جول انما طبعا كابتن احمد الغندور في مراجعته للبار البار كان ليه راي تاني الراي التاني ده احنا اللي وصلنا طبعا ما نعرفش اي حاجه انما الكلام اللي متقال لنا ان الكوره بتعدي من زاويه واحده ما كان ده حصل يبقى الامور مش مظبوطه خالص الامور يبقى فيها شيء غير طبيعي يعني لان النادي الاسماعيلي اكبر من كده بكتير واكبر من وتعامل معاه كده بكتير يعني طيب هي الكرة جت في ايد محمد حسن ولا ما جتش من واقع التواصل مع اللاعب لاعب حضرتك؟ حضرتك بص انا خليني عشان الناس بتاخد الكلام من سياقه. انا اكلمك باحساسي كلاعب كورة. تمام نبدا بالاحساس الاول تمام. الكرة دي لو جت في ايد محمد حسن هتنزل مكانها. انت فاهمني؟ لو جت في ايده الاول هتنزل مكانها. انما ان الكرة تروح بالقوة دي وفي الزاوية دي يبقى الراجل لعب برجليه ما اعتقدش يعني انه ان ايده هتبقى بالقوه دي لان ما راحش طايره هتبان للعالم يعني انما انا بقول ممكن واحط تحت ممكن 20 سنه تبقى جت في رجليه ولمست ايده انما كونها تيجي في رجليه الاول وتلمس ايده سواء المدافع او المهاجم يبقى الكوره تكون صحيحه ده قانون اللي بيقول كده مش احمد العجوز اللي بيقول كده بس كابتن جمال غندور قال لو جت في اي باي طريقه في ايديه وتحولت الى الشباك تبقى ضربه حره انا كابتن جمال طبعا ده رايه يعني لو جت رجليا وانا واقف بالجون وجت في ايديا انا مدافع بتهزم بنالتي؟ لا
ايوه يبقى ازاي بقى؟ يبقى اصل القانون ما بيتنصرش بشكلين. ما حضرتك بتشوف ان هي جت في رجليه وفي ثم في ايديه. انا ما اعرفش انما بالقوه دي التغيير الاتجاه ده ما اعتقدش انها جت في ايديه. طيب ده الاحساس وتفسير القانون. محمد حسن نفسه قال ايه لحضرتك؟ انا ما قاليش حاجه محمد، ما قاليش حاجه، ما بلغنيش حاجه. ولا جت ولا ما جتش؟ ما قالش حاجه. لا 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 ما قالش. ما قالش حاجه خالص. انت فاهمني؟ ما اهتمتش تساله؟ بص بص يا استاذ، انا تديني حقي عشان ابقى انا مرتاح زي ما حضرتك كده بتقدم برنامجك وانت مرتاح. حيد لي الكوره من كل الزوايا. انت فاهمني؟ من ورا الجون ومن جنب الجنب. ده انا بتعمل في كل حالات. انما انك تديها لي من زاويه واحده افسرها انا ازاي؟ احنا شفنا الفار عد اعاده واحده بس، احنا كمشاهدين شفنا كل الاعادات المتاحه. حلو، شفت كل الاعادات. تقول لي رايك بقى، انا خلينا اخد دور المذيع وانت دور احمد العبوز. قول لي ايه رايك. طب حضرتك شفت كل الاعادات؟ انا شفت كل الاعادات. طبعا. ورايك ان هي جون، ان هي جت في رجله ثم في ايديه؟ لا انا ما شفتش جت في ايديه، انا شفت الكوره في رجليه وفي في رجليه. انما ما شفتش بقى ايه اتحركت ولا 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 الكلام ده خالص. لو الكلام ده سليم انا بقى مين يجيب لي حقي؟ هو انا باكد ان هي جدليه، ان هي ممكن تفسر كذا تفسير، وباكد ان هي اعادتها من لقطه واحده في الفار. لا 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 لا، امر غير صحيح. امر غير صحيح. وبعدين ان انا يجي لي خبر برضو ان الفار حكم الفار اتوقف، لا انا ابدا برضو احط 100 خط تحت الكلام ده. تمام. ما هو حتى على فكره لو الحكم الفار اتوقف فهو هيتوقف علشان هو عدها للحكم من زاويه واحده. كلام جميل. دي نقطة مهمة مؤثرة. حضرتك يا استاذ كريم، انا ماليش دعوة. طالما انت كلجنة حكام وقفت الحكم يبقى اكيد اخطا. الخطا ايه بقى؟ انا ما اعرفش. لو انت جبتها من زاوية واحدة باينة ان هي هاند بول، يبقى انت راجل ما اخطاتش. انما انت جبتها من زاوية باينة ايه؟ بس ما اهتمتش تسأل محمد، يعني محمد حسن اللاعب بتاعك، ما كلمتوش. حضرتك بص يا استاذ، انا ما سألوش. انت فاهمني؟ لان انا بقول لك احساسي كلاعب كوره، ناس بتعمل كوره. عندك كابتن شريف عبد الفضيل، الكوره لو جت في ايده هتنزل مكانها، هتنزل قوتها، هيبقى لها 100 شكل. انت فاهمني؟ انما الكوره تقع بالقوه دي ما ينفعش ابدا يا جماعه. احنا بنتكلم في حاجه بديهيه. ما هو الاحساس امر مهم جدا، لكن في الاخر طبعاً. يعني اذا حضر الماء بطل التيمم. ده محمد حسن نفسه معانا، ما نكلمه نساله، يمكن الاسئله تنتهي بان اللاعب يقول فعلا جت في ايديا ويبقى خلاص. لا، ما اللعيبه يقول جت في ايديا، ما جتش في ايده، جت في. انا بقول لك القانون بيقول كده. انما القانون بيقول جت في ايده، جت في رجليه، وجت في ايده، ما فيش مشكله. رسمي زي ما انت بتحسب ضربه جزاء دي هتحسب جول. مفهوم. لان انا مش هقدر ولا تشريع، مش هقدر اعمل حاجه. تمام. هو مش دي وضع تشريع ودي وضع تشريع، ولا القانون ليه وجهين؟ القانون مش قاسي. اشده وركيزه ما انا عايز. قانون. تمام. الكابتن توفيق السيد عضو لجنه الحكام قال لنا في تصريح خاص من شويه انه رد فعل محمد حسن على الغاء الهدف يثبت صحه قرار الغاء الهدف. كلام جميل. كلام جميل. لان فعلا بصراحه قدامنا محمد حسن ما عملش اي اعتراض بعد كلام الموضوع. جميل. كلام جميل عشان عنده انذارين. احنا منبهين ما حدش يشتغل، ما حدش يعترض على التحكيم. انت فاهمني؟ عشان عنده انذارين الراجل. واحنا عندنا ماتشات مهمه. تمام. انما زي ما حضرتك اخر من تصريح الكابتن توفيق السيد، ان رد فعله، طب ما انا رد الكوره، شكل الكوره ورد فعلها وتحويلها وقوتها بتقول ان هي جول ولا ايه؟ طيب، ايه رساله حضرتك لجمهور الاسماعيلي قبل المباراتين الحاسمتين المقبلتين؟ بقول لهم دايما احنا محتاجينكم، لان انتوا اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12، دايما في دار لعيبتكم بتسندوه، وان شاء الله ازمه وهتعدي. انما رساله بوجهها لكل اسماعيلاوي، يعني يا ريت اختياراتنا بعد كده تبقى احسن من كده، لان الله يسامح ويجازي اللي عمل كده في النادي الاسماعيلي ووصله للمرحله دي. اللي هو مين؟ اي حد. دايم في النادي الاسماعيلي يوصل للمرحله دي الله يسامحه. بس كده. ايه وصفك للمرحله دي؟ بتسميها ايه يا كابتن احمد؟ بسميها طبعا يعني ذبح النادي الاسماعيلي وتاريخ النادي الاسماعيلي، وقدر كل اللي كان النادي الاسماعيلي انه يدار بالطريقه دي، بالطريقه السيئه للغايه دي. فالله يجازي اللي كان السبب. بس ما اقدرش اقول غير كده. كل من شاهد كبير او صغير في النادي الاسماعيلي يوصل للمرحله دي
منه لله وربنا يسامحه. بس بشكرك جدا، عمرنا لله حبيبي. بشكرك جدا كابتن احمد العجوز مدير الكره في الاسماعيلي ونجم الاسماعيلي، وبالتوفيق باذن الله في المرحله المقبله. تحب تضيف اي اضافه في النقطه دي؟ لا طبعا، كابتن احمد العجوز ده كابتني وكابتن طبعًا مصر طبعا، وشخصيه طبعًا في غايه الاحترام. ده طبعا طبعا، ويمكن انا كنت ليا يعني سابق سوابق كثيره جدا معاه، لان هو من القامات بتاعت اسماعيليه يعني. فهو طبعا هو زعلان جدا ومتضايق على موقف النادي الاسماعيلي. اي حد مكانه هيبقى منفعل يعني. وانا بطمنه وبقول له النادي الاسماعيلي ان شاء الله هيفضل في الدوري وهيرجع لمكانته الطبيعيه ان شاء الله. ودايما هو النادي الاسماعيلي بولاده بجماهيره، هو دايما اللي خلي بالك اللي بيشيلوا النادي الاسماعيلي يعني دايما. والله انا على فكره عشت في الاسماعيلي حوالي 10 سنين طبعا، 10 سنين. فبقول لك ان النادي الاسماعيلي طول عمره اللي بيشيله رقم واحد هو الجمهور، رقم اثنين اللعيب والمدربين. خلاص، النواحي الاداريه بقى، الادارات دايما فيها مشكله، دايما فيها مشكله، ودايما اللي بيشيل الجمهور يا عيني اللي بيقعد يجري ورا الفرقه في كل مكان. ها، واللعيبه اللي بتتحمل الضغوط والمشاكل وي وي، والاجهزه الفنيه، لان طبعا كل 10 ايام تلاقي المدير الفني متغير. دايما بيحملوا الناس مشاكل الفرق، الحاجات الاداريه. لو في استقرار اداري والله العظيم 1%، واحد بكلمك في نسبه مش موجوده، 1% هنا في النادي الاسماعيلي كان زمانه في حته ثانيه خالص. ولكن طبعا نتمنى ان شاء الله النادي الاسماعيلي يرجع لمكانته الطبيعيه مع الكبار ان شاء الله. طيب هرجع للاهلي مره ثانيه، لكن اقول بس خبرين كده من الاخبار العالميه المؤثره اللي حاصله النهارده. لكن قبلها اتكلم معاكم عن الزمالك. النهارده اسوريو اجتمع مع لعيبه الزمالك وطالبهم بمواصله التركيز والجديه في التدريبات. اتناقش في بعض النقاط اللي حصلت في مباراه المقاولين من امور سلبيه يرى ان هي حصلت رغم الفوز الكاسح بسته اهداف. جمهور الزمالك نايم مبسوط امبارح بالفوز اللي تحقق بطريقه الفوز، لكن اتكلم معاهم على انه سعيد بالجديه اللي كانت موجوده عند اللاعبين، واكد على ثقته التامه في الجميع. والزمالك طبعا بيستعد لمواجهه فيوتشر يوم السبت. احمد بالحاج، بعد أنباء عن انقطاعه عن التدريبات النهاردة تدرب بشكل كامل وبشكل طبيعي في التدريبات اللي أجريت صباح اليوم في فرنسا. لويس إنريكي رسميا أعلن كمدير فني لفريق باريس سان جيرمان. اتكلم النهاردة وقال إن هو المفاوضات ما خدتش أكتر من 5 دقايق لتولي قيادة الفريق خلفا لجالتييه. أما ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان فاتكلم على مبابي وقال انه لن يغادر مجانا، ما ينفعش يبقى عندك افضل لاعب في العالم ويمشي مجانا. نستعرض تصريحاته اللي قالها النهارده، لانه قال اذا اراد مبابي البقاء يبقى لازم يجدد، لكن انه يقعد معانا السنه دي ويمشي السنه الجايه ببلاش فده امر مش هيحصل. قال موقفي واضح جدا، اذا اراد البقاء يجدد عقده، لا نريد خساره افضل لاعب في العالم مجانا، ده مستحيل. مبابي قال انه لا يريد الرحيل بدون مقابل، اذا غير رايه اليوم لن يكون هذا خطأي. لا احد اكبر من النادي ولا اي لاعب ولا حتى انا، انه امر واضح جدا على مبابي ان يقرر ما يريده خلال اسبوعين، غير ذلك الباب سيكون مفتوحا له ولجميع من سيفكر بالرحيل. بس مرتبه كبير قوي، مين هيصرف؟ بس اللهجه بقت متغيره خالص غير الاول، بقى في دلوقتي نبره، في دلوقتي استراتيجيه ثانيه خالص. واضح ان هو ناصر الخليفي هيقودها الفتره الجايه يعني. ايه هي توقعاتك؟ الاول كان البحث عن النجوم والاستثمار وبيع القمصان وتدليعهم كمان، تدليع طبعا. فواضح ان دي فشلت تماما، وبالتالي ما فيش اي بطوله اوروبيه قدر يحصل عليها باريس. فبالتالي هياخد المسار الثاني اللي هي الاستراتيجيه الثانيه بتاعت رؤيه الجهاز الفني والناس المتخصصه في مجال كره القدم لاستقطاب اللعيبه التي تريد الحصول به على بطولات، على بطولات كبيرة. وفكره لويس انريكي دي تحسها ماشيه في الاطار ده. ده حقيقي مدرب مش، وده اللي واضح من اللهجه بتاعت الاستاذ ناصر الخليفي. طب اقول لك بقيه التصريح. اتفضل. لما اتكلم على مبابي قال صدمت عندما علمت بان مبابي يريد المغادره مجانا، هو فتى عظيم ورجل نبيل، لذا فان المغادره مجانا لاكبر نادي في بلدك هذا ليس مبابي، شعرت بالصدمه وخيبه الامل. ده بيوضح طبعا لهجته، بيقول انه صدم ان في الاخر لا، يا اما تقعد وتجدد
يا اما تمشي دلوقتي حالا وناخد فلوس من بيعك. مش انا قلت لك اللهجه متغيره؟ نعم. ها مش ده الاستاذ ناصر خليفي اللي كان يحط ميسي هنا ومبابي هنا ونيمار هنا ويقعد يضحك ويبقى مبسوط وخلاص بقى اللهجه دي خلاص. يبقى كده واضح ان السياسه تتغير. ليس الاعتماد على النجوم. ميسون ماونت على جانب اخر رسميا انضم الى مانشستر يونايتد، ومش بس كده بل ارتدى رقم 7، الرقم الاسطوري يعني بتاع كريستيانو رونالدو وديفيد بيكام واريك كانتونا وغيرهم وغيرهم من النجوم، جورج بيست كمان طبعا في مانشستر يونايتد، واتكلم في انه يعني كان زعلان ان هو هيمشي، عارف ان جمهور تشيلسي زعلان لكنه ده القرار اللي وجده الانسب. مانشستر يونايتد نفسه بيقدم العرض الاول لاونانا بالنسبه لانتر ميلانو الحارس اللي جه في المركز الثاني في دوري ابطال اوروبا. كابتن شريف نرجع للاهلي. ماشي، بس في ملحوظه يعني هقول لك عليها بالظبط. يعني انت الحمد لله يمكن نادي الزمالك فيه استقرار الفتره الاخيره دي. اني استقرار يعني بعد النتيجه الجيده الفني قدام يعني. استقرار فني. استقرار فني واداري يعني. في رئيس نادي مش عارف هو موجود بيتكلم ان هو رئيس نادي يعني. فاتمنى اللي هو استاذ مرتضى منصور اللي في قرار بعزله، لكن هو بيتحدث كمجلس اداره مش عارف كل دي الامور دي متسابه ازاي كده مش بالشكل ده يعني. ولكن خلينا نقول ان كان في تهديد يعني كان في تهديد. نعم، في تهديد ان يبقى في انسحاب. الحمد لله في مباراه الاهلي يعني. في مباراه الاهلي. فانا اتمنى ان شاء الله ان ما يبقاش في انسحاب، لان الفرقه ماشيه كويس فتقدر تلعب بشكل كويس يعني. هو اللي قاله امبارح طبعا استاذ مرتضى منصور انه لو صدر قرار ضد دونجا فساعتها ابقوا شوفوا مين اللي هيلعب الماتشات اللي جايه في الدوري. لا ما يعني ايه اسلوب التهديد والوعيد نتمنى اللهجه دي تقل. الحمد لله عندنا ناس مستشارين قضاء على اعلى مستوى في اتحاد الكوره، والقضاء بتاعنا بيعرف الحمد لله يعني لو في اي شيء مش مظبوط اللي مش مظبوط بيعدله يعني. فنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ما يعني من نادي الزمالك نلاقيه موجود يعني ان شاء الله يعني. في الاخر الزمالك بيحاول انه يبرم صفقات، والمفروض ان في انتخابات تتعمل في شهر 8 علشان بيها يبقى في استكمال للمجلس اللي ما فيهوش رئيس وما فيهوش نائب في الفتره الحاليه، وده اللي ممكن ان هو يظبط الناحيه الاداريه في نادي الزمالك. نتمنى، لان ما ينفعش نادي كبير زي نادي الزمالك نادي كبير زي نادي الاسماعيلي عندهم المشاكل دي، وهم من اقطاب الكره المصريه. خلاص يعني نادي الاسماعيلي ده اول نادي مصري حصل على بطوله افريقيا. تمام، ونادي الزمالك حصل على بطوله افريقيا 5 مرات. انت بتتكلم على الحمد لله النادي الاهلي 11 بطوله، نادي الزمالك اللي وراه هو 5 بطولات. فعايزين دايما الكرة المصرية بتتقدم بالاستقرار وبالتنظيم الإداري. خلاص وبالناس اللي بتتحط في المكان الصح عشان تعرف تدير المنظومة الرياضية بشكل صحيح. نتمنى الاستقرار الإداري لكل الأندية المصرية بإذن الله. شفت ازاي رحيل حمدي فتحي مدى تأثير ده على الفريق؟ بالعكس، حمدي قدم لراجل شغله على أكمل وجه، أدى فترة رائعة في النادي الأهلي، حصل تقريبا على 12 بطولة داخل جدران النادي الأهلي. منهم 3 بطولات أفريقيا الراجل، وسوبر أفريقيا ودوري وكاس وكل حاجة. الراجل دلوقتي الناحية الإدارية والفنية هنا بتتكلم. أنا مش هاجي أمشي لعيب كده غير لما بروح للمدير الفني، بالذات عندنا في النادي الأهلي لازم في كل واحد لا يتعدى الخطوط الحمراء بتاعته. تمام، فالراجل من النواحي الفنية لما طلب منه هنقدر نمشي حمدي وجاي له الراجل عروض رسميه بشكل محترم يقدر يفيد النادي ماديا بشكل كويس، فاكيد من الناحيه الفنيه اللي هو مستر كولر قال يقدر يمشي، لان عندنا البدائل بشكل كويس وهنقدر نجيب بدائل تسد ده واحنا نستفيد بالعائد المادي الكبير اللي جاي. فانا شايف ان هي صفقه محترمه تليق بالنادي الاهلي وتليق بحمدي فتحي، وان شاء الله حمدي له عوده من جديد ان شاء الله. امام عاشور تتمناه في الاهلي؟ امام طبعا على المستوى الفني هو لعيب كبير جدا. ولكن انا مش عايز اخوض في اعماقه، لكن هو كان ليه سابقه مع النادي الاهلي، ما اعرفش ردها او توابعها، كل دي طبعا حاجات دي بتبقى محطوطه على الترابيزه. بس انا شايف ان هو ما اعتقدش ان هو بقى موجود في النادي الاهلي. ما تعتقدش؟ لا، ده كرايك انت ولا ما تعتقدش كمعلومه ان الاهلي مش هيبقى عايز؟ لا، كرايي انا. رايك انت؟ انا ماليش بسبب السبقه دي؟ اعتقد ذلك يعني. اعتقد ان هو ممكن ما يكونش موجود يعني، يبقى ليه، لان ليها صدى كبير. الا اذا ايوه الا اذا ان دايما في حاجات صفقات انت بتعملها
خلاص زي ما بنشوف بره في اوروبا. انا ساعات بستقطب لعيبه معينه عشان استقرار معين او بشكل معين انا عايزها في الوقت الحالي عشان اهد المنافسين بتوعي، وده مش عيب عشان ما تزودش من قوه المنافس لو بتاعك يعني. ده مش عيب خالص. مش عيب مش عيب بس ما انا بتكلم في ايه هني في نقطتين انا قلت فيهم في سابقه تمام انا مش عايزه بس انا ممكن استقطبه عشان خاطر في مشكله ما في مشكله ما مع الفرق المنافسه ليا، مش عايز الفريق اللي قدامي يبقى قوي فانا اضعف الفرق اللي قدامي او المنافسين بتوعي. على فكره الموضوع ده انت مبدأك انك ما ينفعش تجيبه علشان هو ليه سابقه في الاعتداء لفظيا على ناديك، بس عادي انك تجيبه لا على الجانب الاخر علشان تهد منافسيك. ممكن اجيبه وما استفدش بيه. يعني انت عادي انك تجيبه بس ما تلعبوش. ما لعبوش في حاجه اسمها كده في حاجه اسمها كده في الكوره. هو انا مش عملتها مع عبد الله السعيد؟ بس ده عشان الشهرين ثلاثه دول. انا عبد الله السعيد مش جبته عملت ايه عشان المبدا بتاعي؟ انا عندي اسس وثوابت مش خلاص عملت طب جبته ده مبدأ. غيرته ده مبدا مش كده؟ مش انت عملت معايا كده؟ هو انت كلاعب عملت ايه؟ عملت ايه؟ كان موقف عبد الله السعيد عمل ايه؟ رمضان عمل ايه؟ في كذا حاجه كده توابع في كواليس كتيره طبعا احنا عارفينها خلاص، ولكن انت لما خدت القرارات بتدي مساحه معينه للعيب عشان ياخد القرار فلما بياخدش القرار انت بتاخد قرار كنادي. كابتن شريف عبد الفضيل نجم الكره المصريه نجم الاهلي والاسماعيلي السابق، كالعاده بنستمتع جدا بوجودك، ومره ثانيه سنه سعيده عليك باذن الله وربنا يحقق لك فيها كل احلامك. متشكر جدا انا، وكل سنه وانت طيب، وكنت مبسوط جدا معاك النهارده. نورتنا وشرفتنا. شكرا وشكرا. انتوا كمان كالعاده نورتوا برنامجكم الماتش في حلقاتنا مش بس النهارده بل طوال الاسبوع باذن الله. الاسبوع الجديد بدايه من يوم السبت ها نلتقي، فحتى نلتقي تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.